بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير على حضراتكم الأربعاء 22 نوفمبر 2017. أهلا بحضراتكم يوم جديد بنبدأه مع حضراتكم في صباح دريم. النهاردة عندنا موضوع مهم جدا، عندنا موضوع متعلق بالتأمين الصحي. خليني أقول لحضراتكم أنه تساؤلات كثيرة جدا فيما يتعلق بمشروع القانون الذي يناقش حاليا وبقاله فترة الحقيقة داخل أروقة البرلمان المصري، والحقيقة أنه ناس كتيرة جدا بتسأل أسئلة كتيرة جدا متعلقة بمشروع القانون ده، مشروع قانون التأمين الصحي. الناس بتسأل ليه الوقت أخد كل ده، يعني ليه أخدنا وقت طويل جدا في مناقشة التأمين الصحي. في ناس بتقول سواء بقى ده من باب التشكيك أو في أن ده هيطلع، أن القانون أصلا هيشوف النور ويطلع، أو من باب حرصهم أن هو فعلا يكون في هذا القانون. بس في ناس الصراحة بتقول لك يا جماعة ما تتعبوش نفسكم، مهما قعدنا واخدنا وقت التأمين الصحي مش هيطبق دلوقتي. التأمين الصحي الشامل بمفهومه، يعني بمفهوم القانون اللي معرفه القانون الجديد ليه، مش هيطلع للنور قريب لأنه مفيش أصلا ميزانية ليه، لأنه عشان يطبق قانون التأمين الصحي بشكل سليم 100% حتى لو هناخدها تدريجيا، اللي احنا طبعا عارفين ان البدايه مش هتكون في كل محافظات مصر مره واحده، فده برضو هياخد وقت طويل جدا لانه معانا ما معناش الميزانيه التي تكفي. في ناس بقى ثالثه طبعا النوايا لا يعلمها الا الله، فربنا وحده اللي عالم الكلام ده صح ولا لا بنسبه 100%، وربنا وحده اللي عالم هل فعلا الناس دي بتقول هذا الكلام من باب التشكيك زي ما بنشكك في حاجات كتيره جدا، ولا من باب حرصها انها يعني تشوف هذا القانون يخرج الى النور. في ناس كمان بتتكلم انه القانون متعطل لانه الاطباء لديهم تخوفات وملاحظات ومخاوف من اقرار هذا المشروع، مشروع القانون. في ناس بتتكلم انه دستوريه تطبيقه من عدمها كمان ليها علاقه بتاخر هذا المشروع. في كل الاحوال احنا عندنا مشروع للتامين الصحي موجود في البرلمان المصري بقاله فتره بيتم مناقشته، كل شويه بنسال عنه ما بنعرفش هو لماذا لا يخرج الى النور، لماذا لم يخرج الى النور بعد. وطبعا الكلمه اللي انا زهقت حضراتكم منها بقولها طول الوقت، هو ليه ده اللي المواطن بيساله برده في النهايه، هو ليه القوانين اللي ليها علاقه بان الحكومه والدوله تاخد فلوس من المواطن على طول هوا بتخلص، قيمه مضافه، خدمه مدنيه، مش عارفه ايه، دي بتخلص على طول، لكن القوانين الثانيه اللي فيها رعايه متكامله للمواطن بتاخد وقت شويه. هنتكلم في كل التفاصيل المتعلقة بهذا القانون إن شاء الله بإذن الله في حلقتنا النهاردة. ضيفنا الكريم، ضيوفنا الكرام اللي حينورونا بإذن الله على الهواء، الدكتور محمد نصر نقيب أطباء الجيزة وعضو لجنة صياغة القانون، هيهمنا جدا نعرف منه أشياء كثيرة متعلقة بالقانون بما أنه كان في لجنة صياغة هذا القانون، ونعرف منه كمان موقف الأطباء لأنه عضو نقابة، فعايزين نعرف الأطباء ليه متخوفين أو ليه بيقال أن الأطباء رافضين أصلا بالأساس مشروع القانون ده. كمان حينورنا بإذن الله في هذه الفقرة الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تكون إن شاء الله فقرة أعتقد أنها مهمة جدا نعرف كده ونسأل إحنا واصلين في مشروع قانون التأمين الصحي. لكن الغريبة بقى إن إحنا من الكلام على التأمين الصحي، يعني صحة، يعني بريف كده، نفس عميق، نصحى الصبح بدري من النوم كده نشم هوا الفجر، تنزل تعمل شويه رياضه، تلعب لك 15 دقائق رياضه في البيت، يعني من الجو اللي يبدو صحي ده والكلام عن الصحه للكلام عن الدخان والسجاير يا باشا. السؤال الاشهر اللي من امبارح ناس كتيره جدا قاعده بتساله، عندك سجاير يا باشا؟ عندك سجاير؟ لا والله ما عنديش. طيب هيجي لك امتى سجاير؟ لا مش عارف والله الحقيقه. ده سؤال يمكن امبارح اعتقد انه كان يعني سؤال مطروح في اغلب المحلات والاكشاك اللي موجوده على الاقل في الجيزه والقاهره زي ما الناس قالوا لنا يعني. ليه؟ لانه احنا عارفين ان الكلام امبارح كان انه مجلس النواب اقر بشكل رسمي موافقته انه يبقى فيه زياده جديده على اسعار السجاير، سواء السجاير المحليه او المستورده. طبعا القرار ده جاء يعني برفع الضريبه المفروضه على السجاير والمعسل الاثنين هيكون بنسب محدده. في نفس الوقت في يعني نواب من البرلمان الحقيقه في عندنا في انقسام حصل امبارح في بخصوص هذا القرار ان احنا نعلي، ما هو نعلي ضريبه على السجاير يعني سعر السجاير هيزيد. طيب انا عندي نواب امبارح قالوا احنا موافقين جدا على القرار ده، وعندي نواب افاضل تانيين اعترضوا جدا على هذا القرار. احنا في فقرتنا الاخباريه يمكن ده الخبر اللي هنبدا بيه، وعارفه ان في ناس ممكن تقول لك يعني هو السجاير خبر مهم قوي عشان تبداوا بيه الاخبار، هنقول ليه. الموضوع يا جماعه مش فكره بس الكيف، يعني مش فكره الناس اللي بتشرب سجاير. الحقيقه لو انت بتتكلم بقى بالحق ولو بتتكلم من مبدا الصحه العامه ولو بتتكلم من مبدا الحفاظ على الصحه وحاجات كتيره بقى يعني وتوفير والاقتصاد القومي وكل الكلام ده،
الصراحه يعني من غير زعل، يا ريت السجاير تغلى بنسبه 2000% 5000%، لانه انا عايز اقول لحضراتكم ان في ناس كتيره جدا بتبطل شرب سجاير لما بتقعد السجاير تغلى. ده حقيقه. طبعا اول يومين ثلاثه بيبقوا عصبيين ومش طايقين نفسهم وبتاع ومش عارفه ايه، بس خلاص الدنيا بتعدي يا جماعه. ما حدش بيموت عشان ما شربش سجاره، لكن الناس بتموت عشان بتشرب سجاير. ده الفرق الكبير. انا هبقى حياديه يعني، ماليش دعوه اللي عايز يشرب سجاير يشرب سجاير. انا بتكلم دلوقتي على نقطه مهمه تم او يعني قرار تم مناقشته في مجلس النواب. الفكره مش ان النواب النايب اللي بيشرب سجاير اعترض والنايب اللي ما بيشربش سجاير ايد، ما هي ما مشيتش كده. لانك لما هتقرا كده، احنا لخصنا لحضراتكم مجموعه من اراء الساده النواب، غير ان هيبقى معانا اتصالات هاتفيه كمان نعرف ماذا دار في اروقه البرلمان بالامس بخصوص هذا القرار، وهنقول لحضراتكم بالتفصيل كمان بيانات وزاره الماليه والبيان اللي اصدره السيد عمرو الجرحي وزير الماليه بالامس. الحقيقه بس الفكره انك لما تتكلم واحده واحده وتعرف اهميه الموضوع، عشان كده بقول لحضراتكم هنبدا بيه، لانك بتتكلم في النهايه على توفير. لو طبقت هذه الزياده نحن نتحدث عن توفير ما يقرب من اكثر من 8 مليار جنيه مصري سنويا. حصيله توفير اللي هي فرق الضريبه، يعني فرق سعر السجاير من الاخر، دي تدخل الى خزانه الدوله العامه 8.5 تقريبا مليار جنيه مصري. الرقم ده بصوا نقدر نعمل بيه كم مستشفى، الرقم ده نقدر نطور بيه كم مدرسه ونعمل بيه كم مدرسه. وهي دي الفكره، ان انت طبعا احنا عارفين انه ضريبه السجاير دي بتدخل لخزينه الدوله مباشره، بتصب على الصحه، بعد الصحه بند الصحه بيروح للتعليم، بس هي اساسي بتصرف على الصحه. فعشان كده بقول لحضراتكم انه من الحديث عن الصحه وقانون التامين الصحي للحديث عن السجاير، طبعا بنتكلم على يعني فجوه كبيره جدا، لكن في النهايه هكذا تدار الامور في الدول، انك لازم تشوف انت هتحقق قد ايه مكسب لو انت طبقت القرار ده، والمكسب ده هيستفاد منه ازاي. هنتكلم في ده، ونتمنى بس انه القرارات دي ما تعملش ازمه، لان انا عندي بعض النواب مثلا في تصريحاتهم اللي هنستعرضها مع حضراتكم بيتكلموا على فكره ان يعني في نائب مثلا فاضل بيقول لك ده يا جماعه ده امن قومي، حاجه كده في المعنى ده، يعني انه ده امن قومي يا جماعه لو زودتوا ثمن السجاير للناس. وفي ناس ثانيه تقول لك اه ما هو فعلا، لانه يعني المواطن بيطلع زي ما بيقولوا كده بيفش خلقه في السيجاره اللي بيشربها، فلما كل شويه تقعد تزود له سعر السيجاره ما هو مش هيقدر يستوعب ده. في كل الاحوال هنناقش الموضوع من النواحي الاقتصاديه، وهنناقش الموضوع كما نوقش على الاقل بالامس في البرلمان من خلال فقرتنا الاخباريه، ومعانا كمان اخبار مهمه كثيره جدا، لانه كمان في امور متعلقه بالاقليم، سوريا ولبنان وامور اخرى كثيره. هنطلع بس نسمع مع بعض كده اغنيه جميله قوي اخترناها لحضراتكم، اغنيه من الاغاني الحقيقه اللي يمكن ما بنسمعهاش كتير، هي اغنيه جديده لكنها بصوت رائع، الصوت اللي بيفكرنا بمصر الحلوه، مصر اسوان، مصر الاقصر، مصر النوبه، مصر كل حته فيها، مصر الجميله بلون القمح. نسمعها ونرجع على طول. صباح الفل على حضراتكم. الشمس طلعت زور النيل، تفرد ايديها في يوم جميل، تقول كل هنا السلام في ارض طيبة والاحلام. The sun shines up to praise the Nile, to wave to us and gives a smile, to send us all a message of peace, a land of pearls, the land of dreams.
صباح الخير والجمال على حضراتكم مرة تانية. نبدأ في مجموعة أخبارنا، بدايتها زي ما قلت في البداية من داخل مجلس النواب. مجلس النواب بالأمس برئاسة الدكتور علي عبد العال وافق على تقرير كانت أعدته وقدمته لجنة الخطة والموازنة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القيمة أو قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 بزيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر. حيث مشروع القانون المقدم من الحكومة تضمن للتعديل طبعا على القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن القيمة المضافة بتعديل بعض البنود الخاصة بالتبغ الخام لتصبح ضريبة الجدول بواقع 75% بحد أدنى يبقى 20 جنيه وزيادة ضريبة الجدول على سلعة السجاير بواقع 75 قرش للشريحة الأولى و125 قرش لكل من الشريحة الثانية والثالثة مع زيادة المدى السعري لهذه الشرائح الثلاثة من خلال زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى اللي هتبقى من 13 جنيه ل 18 جنيه. دي الشريحة الأولى. الشريحة الثانية عندنا من 23 جنيه ل 30 جنيه والشريحة الثالثة هتتضمن أنواع السجاير، كل أنواع السجاير اللي هي سعرها من 30 جنيه فما فوق. طيب احنا بحاول نشرح بس واحدة واحدة عشان نعرف البنود ايه، لان انا كمان هقرأ لحضراتكم بعض لحظات بيان سيد عمرو الجرحي وزير المالية بهذا الشأن وشرحه لمزيد من التفاصيل. القانون نفسه تضمن تعديل لبعض بنود أسعار المعسل والنشوء ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد عشان توصل ل 175% بدلا من 150%. في بقى مذكرة إضاحية ودي تهمنا، يمكن دي توضح أهداف وأبعاد القانون ايه. مذكرة الإضاحية للقانون وضحت انه الهدف من ده هو إحداث التوازن المالي بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، وإنه الحصيلة المتوقعة من هذا التعديل ستوجه لمداركة أوجه الإنفاق العام في مختلف المجالات، الصحة وعلى الأخص قانون التأمين الصحي المزمع صدوره والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من البرامج اللي بتمس الحياة اليومية للمواطنين اللي بتتضمنها هذه الموازنة العامة. أرفقت كمان بالمذكرة فئة الضريبة اللي هي الضريبة عن كل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بنفس النسبة بواقع أعتقد 50% من سعر بيع المستهلك النهائي، بالإضافة إلى 3 جنيه و50 قرش لكل علبة سجاير ما يزيدش سعرها عن 18 جنيه و550 قرش للعبوة اللي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي ليها عن 18 جنيه وحتى 30 جنيه، وعندي 650 قرش للعبوة اللي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي عن 30 جنيه. طبعا كمان داخل فيها زيادات على المعسل والنشوء ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط وما إلى ذلك. أنا يهمني جدا الحقيقة أعرف، أنا هقول لحضراتكم كده بعض التصريحات سريعا ودكتور علي عبد العال قال إيه والمستشار بهاء أبو شقة قال إيه، لكن خلونا الأول هاتفيا نعرف رأي كان يعني معارض لهذا القرار ورأي آخر أو لهذا مشروع القانون ورأي أيضا يوافق عليه، نعرف كده إيه حالة الجدل الدائرة داخل البرلمان بخصوص هذا المشروع. ناخد هاتفيا الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة. سيادة النائب صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. صباح الخير على حضرتك فندم. صباح الخير أستاذ المساعدين، أهلا وسهلا. إحنا المعلومة اللي عندنا يا دكتور أيمن إنه حضرتك من يعني الغير مؤيدين لهذا المشروع، مشروع القانون. هو أنا طبعا أنا عارف أعلم جيدا أن السجاير شيء ضار جدا بالصحة، وأعلم جيدا أن هناك عجز في الموازنة، وأعلم أن سعر علبة السجاير في مصر مقارنة بكل أنحاء العالم سعر منخفض، ويحق للدولة على أي ملوث وأسوة بكل أنحاء العالم أن هي تفرض ضريبة. بس أنا اعتراضي على التوقيت، وخاصة أن احنا في لجنة الصحة بنناقش حلم المصريين كلهم اللي هو التأمين الصحي الشامل الاجتماعي، وده حلم كلنا بنحلم بيه. أحد البنود الرئيسية لتمويل هذا المشروع هو فرض رسوم على السجاير وعلى التبغ. الحكومة مقدمة ان احنا نفرض رسوم قدرها 50 قرش، وهو في وجهة نظري غير كافي، وكان اكيد من المقترحات الجيدة ان احنا نوصل هذه الزيادة لجنيه ونص او 2 جنيه على علبة السجاير. فهو حرمني من ان انا اوجه هذا المبلغ اللي انا في اشد الاحتياج اليه 10 مليار جنيه لصندوق التمويل للتأمين الصحي الشامل الاجتماعي. فانا وجه اعتراضي ليس على الزيادة على سعر السجاير، لكن وجه اعتراضي الرئيسي على توجيه هذا المبلغ
لجهات اخرى لتسديد عجز الخزانه. تسديد عجز الخزانه ممكن يبقى له موارد اخرى، قد يكون مثلا تحصيل الضرائب اللي هي عاجزين ان هم يحصلوها. في كتير قوي من الضرائب، المتهربين من الضرائب، في كتير قوي اوجه اخرى، لكن توجيه هذا المبلغ يجب ان يكون في هذا التوقيت لصالح التامين الصحي الشامل الاجتماعي اللي احنا كلنا بنحلم بيه، واللي احنا كلنا نتمنى ان هو في هذا الدور يتم. انا محتاج فلوس كتيره جدا لهذا المشروع حتى لتحضيره في فتره ما قبل اصدار القانون، سواء من بنيه تحتيه صحيه او حوسبه الجهاز الطبي او تدريب طبيب الاسره اللي هو مفتاح التامين. فانا محتاج هذا المبلغ، لما الحكومه تاخد خطوه استباقيه في هذا التوقيت وان هم يلموا الخزانه العامه لسد العجز هذا المبلغ ال 10 مليار اللي انا في اشد الاحتياج ليه لتمويل مشروع حلم للمصريين، انا شايف فيه عمليه سوء تخطيط وسوء توقيت. طيب اسمح لي يا سياده النائب، طبعا انا سعيده جدا حضرتك بدات كلامك بتوضيح فكره انه حضرتك عارف انه سجاير مدرب الصحه وكده، لانه برضو يعني ممكن جدا حد يبقى قاعد بيسمعنا يقول يعني الدكتور ايمن ابو العلا سياده النائب هو بالاصل طبيب، فهو المفروض يكون من اكثر المدافعين انه السجاير يعني تعلى 1000% كمان، حتى يعني انه الكل يبطل مثلا تدخين او كده. فانا سعيده توضيح حضرتك لهذه الفكره، وانه فكره حضرتك بس في الاعتراض على انه الصرف على المشاريع المختلفه او فكره سد العجز من في الخزانه العامه للدوله يمكن ان تاتي عن طريق مصادر اخرى زي الضرائب. بس ما احنا طول عمرنا يا ست النائب برضو عارفين انه الضرائب على السجاير بتروح بتدخل خزانه الدوله للصرف على الصحه. فهنا ايه الفرق يا فندم، خصوصا لما يبقى عندي تقارير بتؤكد ان انا بتكلم على ما يقرب من 8-8.5 مليار جنيه مصري سيتم توفيرهم وضخهم في خزانه الدوله. هو لازم المواطن يحس ان في اراده سياسيه جيده لان انا اعمل تامين صحي شامل مختلف، تامين صحي شامل متميز، ان هو يبقى فيه مستشفيات تليق بالمصري، ان يبقى فيه طبيب يستقبله متواجد على درايه كامله بما يفعله للمواطن المصري. انا محتاج الصحه انفاق، الصحه مصاريف، والحكومه تعلم جيدا ان انا محتاج لزياده في سعر السجاير او يكون من مصدر تمويلي الحاجات الملوثات واولها السجاير. فانا طبعا كوكيل لجنه الصحه اكيد اكيد انا ضد التدخين وضد اي حاجه مضره بالصحه، واعلم ان هو يجب فرض هذه الرسوم. تمام، بس أنا ما ممكن حد يا سياده النائب يقول لحضرتك في صدر القانون، كان في صدر القانون يقول ان هو ما يقولش في المذكره الاضاحيه سوف توجه لكثير من المشروعات مثل التامين الصحي والتعليم، ده سد عجز الموازنه. كان المفروض الحقيقه يا اما يخصص هذا المبلغ للتامين الصحي مباشره، يا اما في صدر القانون وليس في المذكره الاضاحيه، لان زي ما قلت لحضرتك انا هقف دلوقتي كلجنه لان انا ان شاء الله ناويين في هذا دور الانعقاد يعني نهدي المصريين هذه الهديه ببدايه تامين صحي شامل اجتماعي. فانا كده افكر 100 مره قبل ما ازود السجاير مره تانية بالمقدار اللي يحتاجه التامين الصحي. هل ابديتوا التحفظ ده يا دكتور؟ هل حضرتك ابديت التحفظ ده وجهه نظرك للجنه الخطه والموازنه؟ طبعا لا لا، كان وضحت ده في الجلسه العامه. في الجلسه العامه كان الرد ايه يا سياده النائب؟ هو يعني طبعا كثير من النواب معذورين، يعني مش عارفين ان احد مصادر المهمه للتمويل للتامين الصحي، فطبعا كل الناس ضد التدخين ومع زياده الضريبه على السجاير، لكن طبعا هم معذورين. انا وضحت ان هو انا معترض على التوقيت ويجب سد الموازنه من جهات اخرى وتحديد هذا المبلغ، هذا المبلغ للتامين الصحي الشامل الاجتماعي. ووضحت كمان ان اذا اردت ان تسد عجز الموازنه عليك ان انت تسده من جهات اخرى، ومع ذلك برضو كثير من النواب لم يعترضوا على ان هو ممكن يحصل زيادتين على السجاير، وانا شايفه دي هتبقى يعني مع المزاج المصري هتبقى على ارض الواقع مزعجه شويه، ان انا ازود 3 جنيه وانا اطالب ب 3 جنيه تانيين، فمما هيضطرني ان انا ازود على ملوثات اخرى قد تؤثر على المواطن زي الاسمنت او السيراميك او حاجه يعني من الملوثات الاخرى. انا كان لدي اولويه للسجاير. بشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر سيادة النائب دكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة، موضحا أسباب اعتراضه أو رفضه لمشروع القانون بزيادة أسعار السجاير والتبغ والمعسل. خلونا كمان ناخد هاتفيا بقى وجهة نظر أخرى لمعرفة لماذا أيد بعض النواب هذا المشروع، مشروع قانون. هاتفيا معنا سيادة النائب يسري نجيب عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. سيادة النائب تحياتي لحضرتك يا فندم، صباح الخير.
صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على جميع مشاهدينك القناه المحترمه اللي هي بتثير مواضيع محترمه يعني. شكرا لك. فانا بشكر حضرتك. شكرا لك. سياده النائب، لماذا كنت من المؤيدين لمشروع القانون او لقرار بزياده اسعار السجاير والتبغ والشيشه والمعسل؟ حضرتك دلوقتي الزياده دي هتتوجه فين؟ هتتوجه للصحه؟ تمام. في الاول والاخر للصحه. الصحه النهارده اللي بيشرب سجاير بيكلف الدوله قد ايه؟ بيكلف وزاره الصحه قد ايه؟ بيكلفها مليارات. السجاير دي صحيح بتضر الصحه. انا لما باجي بتعالج اللي بيجي له ازمه صدريه او ازمه قلبيه بسبب السجاير، بروح باجري على وزاره الصحه وبطلع قرار من وزاره الصحه. هي وزاره الصحه هتجيب منين؟ وزاره الصحه محدد لها مخصصات في الميزانيه، مش يعني ال 12 شهر لمده سنه ما بتكفيش، اللي بتيجي بعد من 3 شهور ل 6 شهور وزاره الصحه ما فيهاش فلوس للقرارات، فبتبدا تاخد القرارات للامراض المزمنه اولا، وبتبدا تاجل بعض قرارات لبعض امراض معينه اللي ممكن يعني المريض يستعملها. فانا شايف ان زياده السجاير وتتوجه للصحه، لا انا موافق. تمام. على اساس حتى على الاقل للناس تهدى شويه، اللي بيشرب 3 4 علب سجاير يشرب علبه. انا كنت بقول الحقيقه في البدايه انه ده ممكن يبقى يعني محفز لبعض الناس انها تقلل تدخين، يعني تقلل حتى لو مش هتبطل خالص. طب سؤالي سؤالي سياده النائب، لو حضرتك كنت استمعت الى مكالمه يعني او كلام سياده النائب دكتور ايمن ابو العيله، لو حضرتك سمعت كلامه اتفضلي. يعني البعض برضو يا فندم ممكن يكون بيرفض هذا القرار لفكره انه احنا علينا طول الوقت البحث عن مصادر اخرى لتمويل التامين الصحي، وانه ربما هناك مشروعات اخرى نستطيع ان نوجهها بهذا المبلغ، وانه كمان ودي نقطه مهمه هذا التوقيت حساس جدا، يعني المواطن مضغوط ومكبل باعباء كثيره، فكمان فكره المزاج او يعني المزاج بتاعه انه يشرب سيجاره او كده، فانه دي كمان توقيتها دلوقتي بالغ الحساسيه، يعني بترد على ده ازاي يا فندم؟ ابص حضرتك، انا بعمل له حافز دلوقتي لما برفع سعر السجاير، انا بعمل له حافز اللي انا اقللها له. ما هو المواطن اللي بيشرب 3 علب سجاير و4 علب سجاير، انا اعرف ناس كده هيشرب علبه هيشرب نص علبه، لان التكلفه بتاعتها زادت برغم اننا اقل علبه سجاير في العالم. يعني انا كسعرنا، انا معلش للاسف انا ما بشربش سجاير، يعني انا عرفت ان علبه السجاير ب 12 جنيه بقت ب 15 جنيه، يعني ال 3 جنيه احسب ال 3 جنيه على ال 20 سيجاره مش مبلغ ضئيل. هي الفكره يا فندم، هي الفكره، و 3 جنيه ما هو كان من كام شهر برضو كانت زايده 2 جنيه وكان قبلها بمده قليله زايده مش عارفه كام جنيه، هي دي الفكره. احنا بنشجع الناس تبطل السجاير خالص، لما يبطل السجاير الامراض احنا طبعا ده هدف قومي يا فندم. ده هدف قومي. يعني سجاير وشيشه اللي هي كمان مع يعني في ناس بتشوف انها اخطر حتى من السجاير كمان للاسف، وبقت منتشره في ايد الصغيرين كمان، تلاقي 13 و14 سنه وقاعدين على الكافيهات بيشيشوا، فدي كارثه. لكن احنا بنتكلم بس على توقيت القرار وفكره طرحه للناس، الناس تبقى بس مهيئه ليه. طيب دلوقتي في موافقه امبارح حدثت في مجلس النواب على زياده الاسعار، صح كده؟ في طبعا في ناس كانت رافضه وفي ناس موافقه، لكن في النهايه في اجماع بالموافقه. حصل اجماع بالموافقه. طيب الخطوه الجايه ايه يا فندم؟ الخطوه الجايه ايه اللي بيحصل بعد كده؟ خلاص يطبق القرار وتزيد الاسعار، ولا في لجان مناقشه او استماع تاني، ولا في خطوه تانيه؟ لا لا لا، هو تم الموافقه عليها في المجلس امبارح. تمام. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر سياده النائب، جزيل الشكر على وجودك معنا سيادة النائب يسري نجيب، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. ودي الحقيقة وجهتي النظر المختلفتين، أعتقد أنهم بيعبروا عن الموقف كله، المؤيد بيأيد ليه والمعارض بيعارض ليه. أنا بس عايز أقول لحضراتكم فكرة أنه طبعا إحنا هنشوف بقى يعني كمية يعني إيه الشطارة اللي بتحصل عند التجار بقى للصبح، لانه اول ما يعني بس كده الناس شمت الموضوع، عرفت كده بالموضوع امبارح انه البرلمان وفي زياده في الاسعار وبتاع، اغلب المحلات والاكشاك كله صاحب اللي عنده الخزين المخزون اللي عنده خزنه علشان ويستنى بقى اسبوع 2 ايا كان مش فارق معاه لغايه لما تنزل الاسعار الجديده، فيقوم يبيع نفس الستوك اللي كان عنده دلوقتي اللي هو اصلا جايبه بالسعر القليل ده. خلاص احنا بقينا حافظين السيستم، فيعني وبعدين نرجع في الاخر نتريق لما نقول جشع التجار، ونقول مش كل حاجه نقول جشع التجار، ما ده اللي بيحصل بصرف النظر ان ده بيحصل في سلعه احنا كلنا بنقول يا رب اصلا ما يبقاش في حد بيستهلكها اللي هي السجاير والشيشه، لكن واقعيا في ناس بتشرب سجاير،
فواقعيا انت بتمارس الاحتكار ده والطريقه دي في سلعه ضروريه بالنسبه لناس كتير. اعتقد ان كل خلاص المعلومات وضحت. هو السيد عمرو الجرحي وزير الماليه قال انه تم زياده الضريبه القطعيه في ضرائب السجاير، والحقيقه ان هو شرح فئات الضريبه وفقا للقانون في الشريحه الاولى من 2.75 جنيه ل 3.5 جنيه، دي زياده 75 قرش. الشريحه الثانيه زي ما قلنا من 4.25 جنيه ل 5.5 جنيه، الزياده هنا جنيه وربع. الشريحه الثالثه من 5.25 من 5 جنيه وخمسة وربع ل 6 جنيه ونص، دي زياده برضو جنيه وربع للشريحه. وتم فتح الشريحه الاولى من 13 ل 18، والثانيه من 23 ل 30، والثالثه فوق ال 30 جنيه، وده اللي احنا قلناه، بس ده كمان البيان اللي صدر من السيد عمرو الجرحي وزير الماليه. خلينا نروح بقى لمجموعه الاخبار السياسيه المهمه هناخدها سريعا كده. طبعا بالامس كان يعني لا أبالغ عندما أقول الوطن العربي وربما العالم بيترقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس دولة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وهو ما حدث بالأمس بحضور سامح شكري وزير الخارجية ولواء خالد فوزي رئيس المخابرات العامة. الحقيقة أنه اللقاء طبعا كان فيه بحث لتطورات الاوضاع في لبنان. السيد الحريري استعرض اخر المستجدات في الساحه الداخليه اللبنانيه، واضاف المتحدث الرسمي بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسه الجمهوريه انه خلال اللقاء كان فيه تاكيد من الرئيس على خصوصيه العلاقات التاريخيه بين البلدين المصري واللبناني والشعبين الشقيقين. الحقيقه كان في يعني هو الخبر بيقول انه قد عقد الحريري مؤتمرا صحفيا عقب اللقاء مع الرئيس، لكن الحقيقه انه الكلمه التي قالها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري كانت مقتضبه جدا. يعني هي الفكره بس انه طلع على البوديوم امام عدد كبير من الكاميرات والساده الزملاء المصورين والصحفيين، وقال كلمه سريعه جدا، اكد دعم مصر الكامل للحفاظ على استقرار لبنان وترسيخه. قال لا في كلمه عفوا في كلمه رئيس الوزراء اللبناني بالفعل اشار بقوه وعمق العلاقات التاريخيه بين مصر ولبنان، اكد اعتزاز مصر بموقف مصر اعتزاز لبنان بموقف مصر الثابت ودعمها طول الوقت لامن لبنان واستقراره من منطلق الدور الريادي والتاريخي اللي طالما قامت به مصر. في الكلمه بقى في المؤتمر الصحفي وجه الشكر للرئيس السيسي على جهوده لدعم استقرار لبنان، وقال انه جرى حديث مطول بينه عفوا وبين الرئيس السيسي مبني على ضرورة الابتعاد بلبنان عن السياسات الإقليمية. ده الشكل الرسمي لما حدث بالأمس وخروج رئيس الوزراء سعد الحريري أمام الناس، والكلمة القصيرة جدا اللي قالها في المؤتمر، ومش هيتكلم في السياسة دلوقتي وإنه بيعود إلى لبنان وكذا. لكن الحقيقة في الكواليس، خليني أقول الكواليس الشعبية، يعني كواليس المواطنين المصريين والمجتمع العربي والناس كلها، المواطن العربي خلينا نقول لديه شعور انه، وما اقوله الان ليس بشكل رسمي ولا هو من مصدر رسمي، المواطن لديه شعور ربما يصل او يرتقي الى اليقين ان هناك في الكواليس ما يتم الاتفاق والتوافق عليه بين اطراف كثيره جدا، منها مصر، منها لبنان، ربما السعوديه، دول الخليج مثلا دوله الامارات وغيرها، لانه السرعة التي جرت بها الأمور، يعني احنا في أقل من أسبوع شفنا ما حدث في لبنان، شفنا استقالة يعني سعد الحريري بيسيب لبنان يتوجه للسعودية يقدم استقالته من السعودية، فيثير غضب أولا أنه قدم استقالة، وثانيا أنه بيقدمها من خارج لبنان، ثالثا الحديث عن مدى دستورية هذه الاستقالة من عدمها، ثم يظهر في لقاء تلفزيوني يؤكد فيه أنه ليس محتجز في السعودية وأنه حر الحركة وأنه سيعود إلى لبنان قريبا، بالفعل بعد أيام قليلة يذهب يعني يقوم ببعض الزيارات، ثم يذهب إلى فرنسا، ثم يأتي إلى مصر في ساعات وينطلق بعدها أو يعود بعدها إلى لبنان. الفكرة أنه هل فعلا يعني الأمور تسير بهذا الشكل الذي نراه، أن الأمور هادية وما فيهاش كلام. تصريحات أيضا الرئيس اللبناني رئيس الجمهورية اللبناني ميشيل عون في أوقات كثيرة جدا ربما تفهم أو لا تفهم، يعني هل هناك انقسام في الداخل اللبناني فيما هو متعلق بالسياسات اللبنانية الواجب اتخاذها تجاه حزب الله واتجاه حسن نصر الله، وخصوصا بعد ما شفنا رد إيران ورد حزب الله حسن نصر الله على اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب؟ هل هناك انقسام في الشأن اللبناني؟ هل هناك مجموعة تحالف رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري وتدعمه بشكل أو بآخر؟ هل هناك اتفاق ما ربما لم يعلن إلى الملأ؟
كل ده احنا مش عارفين. انا بقول لحضراتكم ده الكلام الناس كلها من امبارح بالبلدي كده بتقول لك في حاجه، في حاجه مصر والسعوديه ولبنان في حاجه مع بعض. هل ده حقيقي او لا؟ اعتقد انه الايام القادمه ستكشف مزيد من التفاصيل، ولكن حتى الان نكتفي بالتصريحات الرسميه والكلمه القصيره جدا التي قالها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في مؤتمره الصحفي بقصر الاتحاديه بالامس. طيب خلونا قبل ما نكمل باقي الاخبار، لانه الحقيقه امبارح الناس كلها فوجئنا يا مصريين ان الدنيا بتمطر امبارح. كل سنه وحضراتكم طيبين. اعتقد البدايه الرسميه لفصل الشتاء كان امبارح، المطره خير ان شاء الله يا رب تجيب كل الخير، لكن الناس كلها بتسال نفسها خلاص احنا كده بدانا رسمي الشتاء، يعني الايام الجايه هل في توقعات بمزيد من الامطار او لا؟ فيهمنا جدا الحقيقه نعرف اخبار حاله الطقس ايه النهارده وبكره على الاقل مثلا الثلاث اربع ايام اللي جايه. زميلتنا ومراسله صباح دريم شيماء ابو كارم متواجده بالفعل الان مع الدكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه، رئيس هيئه الارصاد الجويه على الهواء مباشره الان، ننتقل ليها ونصبح عليك الاول يا شيماء، وصباح الخير عليكي وعلى ضيفك الكريم، وعايزين نعرف اخر اخبار الطقس والتوقعات الايام القادمه. هل احنا كده خلاص بدانا رسمي فصل الشتاء ونتوقع هطول مزيد من الامطار ولا في عوده لاستقرار الجو؟ اتفضل يا شيماء. صباح الخير يا منى عليكي وعلى مشاهدي صباح دريم. احنا بالفعل زي حضرتك ما قلتي موجودين داخل هيئة الأرصاد الجوية للوقوف على حالة الطقس لهذا اليوم وللأيام المقبلة إن شاء الله. معايا الدكتور أحمد عبد العال هيطلعنا أكثر على حالة الجو إن شاء الله في الأيام المقبلة، رئيس هيئة الأرصاد الجوية. برحب بحضرتك يا دكتور وصباح الخير عليك. أهلا بكم في الهيئة العامة للأرصاد الجوية وأهلا بالسادة المشاهدين. معلش بس احنا في البداية عايزين نعرف من حضرتك ونعرف في المشاهدين درجة الحرارة النهاردة هتكون دلوقتي وبالليل ان شاء الله هتكون كام؟ يعني احنا النهاردة العظمى ان شاء الله على القاهرة هتكون 21 درجة، الصغرى هتوصل الى 15 درجة في الصباح الباكر. لازم الكل يعلم ان العظمى دي بتقاس في السادسة ظهرا بينما الصغرى بتقاس في الخامس صباحا، اذا هناك تنوع في درجات الحرارة ما بين السادسة ظهرا العظمى الى ان تصلي الى الصغرى في الخامس صباحا. دكتور بعد اذنك، احنا دلوقتي المفروض بنعتبر في فصل الخريف، فصل الخريف له طابع خاص بمعنى ان اليوم الواحد بنشاهد فيه تنوع فصول السنه كلها، ممكن نفسر ده للمشاهدين ونعرفهم؟ طبعا احنا في النصف الاخر من الخريف اللي بيشابه الى حد ما فصل الشتاء، فبتجد في انخفاض في الحراره وبعض الظواهر الجويه زي نشاط رياح او الامطار. بالنسبه لي ان احنا بنحس بدرجه حراره بتكون كما لو كانت انها عاليه، في الحقيقه ان بكون انا في قمه نشاطي في فتره الظهيره بتقاس فيها العظمى وقمه نشاطي، يعني انا بحس بدرجه حراره اعلى نتيجه النشاط اللي انا فيه، بينما الصغرى بيبقى يعني انا ببقى لسه قايم من النوم، لسه نازلين في الصباح الباكر، يعني ما فيش اي نشاط، فعشان كده حتى يعني حراره 15 بتحسي كما لو كان اقل من 15. هو احنا المفروض يعني اليومين دول مع تقلبات الجو اللي احنا بنشهدها هيكون في مثلا موجات حاره او موجات بارده هتفاجئنا كده في الايام اللي جايه ولا ايه النظام؟ هو مش هقدر اقول عليها موجات لان ده الطبيعي بتاع مثل هذا الوقت من العام، بالتالي طبعا عشان اتكلم على ارتفاع درجه حراره طبعا لا، خلاص احنا كده دخلنا في درجات الحراره اللي في القاهره على سبيل المثال اقصى ممكن درجه حراره تقاس في الفتره يعني الى ان نصل الى الشتاء مش هتزيد عن 23 24 درجه، ودي تعتبر درجه جيده جدا وجو لطيف يعني. دكتور بعد اذنك، يعني احنا شهدنا امبارح هطول امطار على معظم محافظات الجمهوريه، يعني عايزين نطمن المشاهدين، يعني هل هيكون في الايام اللي جايه دي برضه سقوط الامطار وهتكون على معظم المحافظات ولا على كل المحافظات ولا بعضها؟ ممكن نوضح ده؟ طبعا احنا لو اتكلمنا على النهارده وبكره لمده 3 ايام، طبعا احنا شفنا امبارح امطار وصلت القاهره، كانت طبعا الارصاد كان قايل عليها من 3 ايام، اذا تبدا تنحصر فرص سقوط الامطار تدريجيا بحيث انها هتنحصر غدا وبعد غدا على السواحل الشماليه خاصه السواحل الشماليه الشرقيه، لكن مش معنى كده ان خلاص انتهى الامر وان خلاص ما فيش مره ثانيه امطار، لا طبعا احنا لسه في الفصل، وعلى فكرة الفصل ده بيمتاز بأن في من فصل الخريف بيمتاز أن بيحصل فيه الأمطار دائما يعني، فإحنا منتظرين طبعا هيكون أكيد في أمطار.
هي أكيد يا دكتور يعني سقوط الأمطار ده بتكون حاجة خير للبلد أكيد يعني. هسأل حضرتك بقى على حاجة تانية بالنسبة للطرق والشبورة، يعني الفترة دي هيكون في شبورة على الطرق الزراعية والصحراوية، وياريت يعني ننصح السائقين بإيه في الفترة دي؟ والله يعني كويس حضرتك اتكلمت في الموضوع ده، لان احنا كل يوم بنحذر ومع ذلك كل يوم نسمع عن حوادث مهوله. فطبعا شيء يعني انا مش عارف شيء يعني نقول للساده السائقين على الطرق ايه اكتر من ان احنا كل يوم ارجوكم وارجو من جميع الساده السائقين على الطرق تنفيذ تعليمات المرور بكل دقه في سواء اثناء سقوط الامطار او في الشبوره المائيه. الشبوره اليوميه على فكره الايام اللي جايه دي على طول متواجده، بتختلف كثافتها من يوم عن يوم لكن متواجده وبتقلل اللي تقع. فارجو ان انت في امطار لازم تقلل السرعه بتاعتك، لازم تبقى ليه؟ عشان انا الارض زلقه مش هقدر اقف زمانها مكان ما انا عايز. الشبوره المائيه لازم اولع كل مصابيح السياره بتاعتي وامشي ببطء وانفذ تعليمات المرور بكل دقه، اولا حفاظا على الارواح يعني اكتر من مش هقول لك العربيه، انا حفاظا على روحك انت وارواح الاخرين يعني. يعني زي حضرتك دلوقتي ما قدمت النصيحة للسائقين، أنا عايزة حضرتك تقدم النصيحة برضو لجميع المواطنين وخاصة طلاب المدارس اللي المفروض يعني بيذهبوا لمدارسهم في الساعات الأولى من الصباح، فبتكون ملابسهم ثقيلة نوعا ما، بعد فترة الظهيرة والنشاط جسمهم بيسخن فبيتخلصوا على الفور من الملابس الثقيلة دي، فأكيد يعني بيتعرضوا لوعكات صحية، فحضرتك تنصحهم بإيه؟ هو ده السبب الاساسي لانتشار موجات البرد، حالات البرد والانفلونزا الموجوده، ان مش على فكره مش اطفال بس، ده حتى الكبار بيجي فتره الظهيره ويلاقي الجو هو حاسس ان الجو حر نتيجه النشاط اليومي بتاعه فبيقلع الجاكيت، طبعا لازم ياخد برد. فيعني ارجو ان احنا بلبس اللبس المعقول بتاعي اللي هو تقيل قوي ولا خفيف قوي، اللي هو اللبس الخريفي الثقيل الى حد ما، بحيث ان انا ما لهوش حتى لو حسيت ان انا حران في فتره الظهيره تجنبا لنزلات البرد. هختم مع حضرتك يا دكتور بسؤال اخير يعني عن محافظات وجه بحري ومحافظات وجه ابلي، يعني ايه الاختلاف ما بينهم في الفتره الحاليه بالنسبه للطقس؟ طبعا هو الوجه البحري يمكن تبقى درجات حراره فيه اقل، بيشهد لما يكون في امطار في زي حالات اللي احنا فيها حاليا، يمكن اكتر اماكن بيبقى فيها مطر هو في الوجه البحري اكتر من الوجه القبلي. والوجه القبلي لما بيكون في امطار في الفتره بتاعه الخريف دي بالذات بتبقى صورة على جنوب سيناء او شمال سيناء او خلينا في جنوب سيناء عشان نقول الجنوب بتاعنا، او سلاسل جبال البحر الاحمر، ساعات بتبقى على حلايب وشلاتين يعني، ونادرا ما بتحدث كتير يعني ما بتحدث كتير، لكن المشكله انها لما بتحدث بقى في الاماكن دي بالذات بتصل الى حد السيول. وهنا الفرق ما بين الوجه البحري والوجه القبلي، ان الوجه البحري ما يحصلش فيه سيول. ليه؟ لان هو السيل عباره عن ايه؟ لازم نبقى عارفين هو امطار شديده. معلش يا دكتور اسفل المقاطعه، احنا بنقول وجه بحري ما بيحصلش فيه سيول، طيب بالنسبه لسيول وادي النطرون اللي حصلت تقريبا في وجه بحري في محافظه البحيره العام اللي فات والعام اللي قبله، ده نفسره بايه؟ ده مش سيل، دي امطار شديده، لان السيل عباره عن ايه؟ امطار شديده بتنزل على جبل وتتجمع فوق وتبدا تنزل بانحدار شديد من الجبل، فهو ده السيل. طب انا في مدينه ما فيهاش جبل هتبقى يبقى سيل ازاي؟ فبيبقى امطار شديد. يعني اللي حصل في اسكندريه ما هو سيل، اللي في هم بيقال ان هم سيل لكن هم سيل، هي امطار شديده. اللي حصل في البحيره امطار شديده، علشان اقول عليه سيل يبقى لازم يكون نزل على جبل، يبقى اذا لازم تكون هذه المحافظه او هذه المدينه محاطه بجبل زي راس غارب، زي ما بيحصل في قنا، حصل في الاقصر، في اسيوط، كل هذه الاماكن محاطه بالجبال، سلاسل جبال البحر الاحمر، ده لما يحصل مطر شديد هناك يعمل سيل، لكن ارض مبسطه يبقى سميها امطار شديد. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور، وان شاء الله ربنا يسترها علينا جميعا وما يكونش في سيول ابدا. منا كانت دي تغطيتنا من هيئه الارصاد الجويه، بشكر حضرتك جدا وعوده ليكي مره اخرى للاستوديو.
بشكرك جزيل الشكر زميلتنا شيماء، وبشكر ضيفك الكريم. دي كانت يعني معلومات مهمه، لانه زي ما بقول في الاوقات اللي بيبقى فيها تغيرات في انتقال الطقس من موسم لموسم تاني بيكون مهم جدا نعرف، عشان الناس كلها بقى لها اسبوع كده بتسال نتقل ولا نخفف، نصيف ولا نشتي. فكده اعتقد انه دي بدايه لفصل الشتاء. كل سنه وانتم طيبين، المطر خير، بس نفتكر كل ما تمطر ندعي ان شاء الله باذن الله يا رب يكون الدعاء مستجاب من الجميع. انا عندي مجموعه اخبار سريعه جدا هنقولها، لانه كمان معانا خبر وبيان خاص جدا لصباح دريم من هيئه النيابه الاداريه بقضيه جديده من قضايا الفساد. الحقيقه والله يعني امبارح يعني بتكلم مع سياده المستشار محمد سمير، يعني بحقيقي في كده حاجات تشيب الشعر من كم من الفساد والاهمال غير طبيعي، غير طبيعي الحقيقه في النهايه، وبيسمع في اثار بلدك وبيسمع في تراث بلدك. لكن خلوني الاول انوه انه بالامس الثلاثاء أولى جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة انطلقت، متوقع أنها تستمر لمدة يومين امبارح والنهاردة. الاجتماعات طبعا بحثت الخطوات المقبلة لتعزيز المصالحة الفلسطينية، وبحث الخطوات المقبلة لحكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله، اللي المفترض أنها ستبسط كل سيطرتها بالكامل على قطاع غزة ابتداء من يوم 1 ديسمبر الشهر المقبل بإذن الله. الاجتماعات دي انطلقت بالأمس زي ما قلنا وتستمر النهاردة كمان. في عندنا 5 ملفات رئيسية المفترض أنها بتتم مناقشتها خلال هذا الاجتماع. بنتكلم على منظمة التحرير الفلسطينية، وده هيبقى الخبر التالي، لأنه حضراتكم عارفين أنه في أزمة دلوقتي. مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية لم تجدد له رخصة العمل، في عند حاصل أمريكا بتقول، إدارة أمريكية بتقول أصل في تصريحات طلعت من السلطة الفلسطينية مش على هوانا، فيها تمييز ضد إسرائيل، فيها معرفش إيه، هنعرف التفاصيل. وعلى الجانب الآخر منظمة التحرير طبعا بتشكل يعني جانب رسمي يعني مفوض إن هي تتكلم بالنيابة عن فلسطين والقضية الفلسطينية وغيره، فتوقيف الترخيص ليها في أمريكا طبعا هيعطل حاجات كتيرة جدا، هنتكلم في دي بعد لحظات. الملف الثاني كمان المصالحة المجتمعية في اجتماعات الوفاق الفلسطيني. عندنا كمان طبعا الملف الأهم، الملفات هي ملف منظمة التحرير الفلسطينية، ملف الحريات، المصالحة المجتمعية، حكومة التوافق، والانتخابات الفلسطينية. الخبر المتعلق به طبعا ابرز الفصائل الفلسطينيه الموقعه على اتفاق القاهره اللي بتشارك في الاجتماعات، عندي فتح وحماس، عندي الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين، والجبهه الديمقراطيه لتحرير فلسطين، وحزب الشعب، والجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين القياده العامه. انا عندي مسؤولين فلسطينيين الحقيقه مساء امس اعلنوا انه او يعني تعليق على تجميد الاجتماعات مع الامريكيين بعد تهديدات امريكيه باغلاق مكتب منظمه التحرير في الفلسطينيه في واشنطن. وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عمل تصريح أو قدم تصريح لوكالة فرانس برس، قال أنه عمليا بإغلاق المكتب، ده كان نص تصريحه، عمليا بإغلاق المكتب هم يجمدون أي لقاءات ونحن نجعلها رسمية. المتحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية قال أن المنظمة تلقت تعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإغلاق كافة خطوط الاتصال مع الأمريكيين. طبعا زي ما بقول لحضراتكم أنه بقاء مكتب منظمة التحرير اللي بيعتبرها المجتمع الدولي الجهة الممثلة رسمية لجميع الفلسطينيين مفتوح في واشنطن، بيتوقف على تصريح من وزير الخارجية. هذا التصريح بيجدد كل 6 شهور. ما حدث مؤخرا زي ما قلنا انه مدة الأشهر الستة كانت انتهت الأسبوع الماضي، وزارة الخارجية الأمريكية رفضت تجديد الرخصة مرة أخرى، وزي ما قلنا مفيش تحديد للأسباب، إلا انه يعني بيقول انه بيقال من الإدارة الأمريكية انه في تصريح أدلى بها قادة فلسطينيون فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وأن هذه التصريحات يعني لا تأتي على هوى الإدارة الأمريكية، فمش هنجدد لكم رخصة عمل مكتب التحرير منظمة التحرير الفلسطينية. خلينا نروح مباشرة إلى خبر اقتصادي الحقيقة في انتعاشة كده ومشروعات واستثمارات، وأكتر حاجة الصبح بنحب نسمعها الحقيقة. الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي قالت إن الوزارة عندها خطة شاملة لتطوير المناطق الحرة وإنشاء مناطق استثمارية جديدة في كل المحافظات خلال السنوات المقبلة لاستيعاب الاستثمارات الجديدة، خصوصا أنه الهيئة العامة للاستثمار لم تنشئ أي مناطق استثمارية وحرة من سنة 2012. الدكتورة سحر نصر خلال زيارتها لمحافظة الإسماعيلية كانت امبارح الثلاثاء موجودة هناك، قالت أن الوزارة بتشتغل وفقا لهذه الرؤية عشان تسرع في استكمال المناطق الجديدة في باقي المحافظات خلال المرحلة المقبلة، وأنها وضعت آلية أو رؤية
استراتيجية لتعظيم دور المناطق الحرة في تحسين مناخ الاستثمار نظرا لدورها في تمكين المستثمر من سهولة نقل وتصدير منتجاته من السلع والخدمات لأي مكان في أنحاء البلاد. الحقيقة أنه في بداية الجولة دكتورة سحر نصر كانت تفقدت المبنى الإداري للمنطقة الحرة العامة، تفقدت مع كان محافظ الإسماعيلية سيد اللواء ياسين طاهر كمان كان معها في الجولة، خطة عمل مختلفة لجذب مزيد من الاستثمارات للمحافظة خلال الفترة المقبلة. بنتكلم على إنشاء منطقة استثمارية جديدة في إطار تفعيل قانون الاستثمار الجديد، بنتكلم على منطقة تبلغ مساحتها 677 فدان متقسمة على مرحلتين، الأولى 110 فدان عليها مشروعات هي قائمة بالفعل، الثانية 35 فدان خلاص انتهوا من ترفيقها. يعني عشان كده بقول في انتعاشة حصلة فيما يتعلق بالاستثمارات والمشروعات على أرض محافظة الإسماعيلية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الزيارة وهذه المشروعات من معالي محافظ الإسماعيلية سيد اللواء ياسين طاهر. معالي محافظ صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم، صباح الأنوار. يا أهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. ايه الجديد عندكم يا فندم في محافظه الاسماعيليه؟ انا نوهت كده سريعا عن تفقد مبنى اداري منطقه الحره العامه، بتكلم على جذب مزيد من الاستثمارات، بتكلم على انه انشاء منطقه استثماريه جديده، ده في اطار تفعيل قانون الاستثمار الجديد. ايه الانتعاشه الاستثماريه اللي ممكن نشهدها في محافظه الاسماعيليه سياده المحافظ؟ والاول تحياتي لحضرتك وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. انا عايز اقول لحضرتك ان يعني في الخبر ده تحديدا عندنا اكتر من حاجه جديده، وهو ان احنا عندنا منطقه حره بالتعاون مع السيده وزيره الاستثمار، هنعمل منطقه حره ثانيه، يبقى بنضيف منطقه مجاوره، واحنا خصصنا الارض من المحافظه للوزاره والسيده الوزيره حطت حجر اساس المنطقه الحره. بجوار هذه المنطقه هنعمل منطقه استثماريه زي ما سيادتك تفضلتي واشرتي، يبقى عندنا كمان منطقه استثماريه، ودي اساسا هيبقى نشاطها موجه لصغار المستثمرين ومتوسط المستثمرين لصالح المشروعات المتوسطه. احنا جنب المنطقه دي في منطقه ورش حرفيه احنا شغالين فعلا فيها. شغالين في المرحلة الأولى، وحاليا المرحلة الثانية جاري إعدادوية تفقدتها معايا وقررت إنها تتبنى معايا هذه المنطقة. المنطقة دي أنا بعملها لصالح إن أنا أنقل كل الورش المقلقة للراحة والمؤثرة على البيئة من داخل مدينة الإسماعيلية، وأفرغ مدينة الإسماعيلية تماما من هذا النوع من الورش وهذا النوع من النشاط، وأحطه جنب قماشة قريبة وجنب المصانع وجنب المناطق الصناعية والاستثمارية. احنا شغالين في الموضوع ده كويس، وهي وعدتنا ان هي هتبقى قدها معانا فيه وتساعدنا بحيث ان يبقى دي المنطقة الرابعة، يبقى منطقة حرة قائمة، منطقة حرة جديدة، منطقة استثمارية، منطقة ورش حرفية. وانا عامل بروتوكول تعاون مع وزارة التموين مخصص منطقة تبقى منطقة لوجستية لوزارة التموين. هي بلغتني امبارح انها عملت بروتوكول مع الدكتور علي ان المناطق دي هتبقى ضمن حزمة المناطق اللي هتتمتع بمميزات قانون الاستثمار. الموضوع ده يعني فيما يتعلق بالضرائب والتسهيلات والترخيص بالضرائب والتسهيلات وكل الموضوع. فالموضوع ده بقى يستوجب ان يبقى في مجمع استثماري خدمي لصالح هؤلاء المستثمرين الموجودين في كل الاماكن دي. فالنهارده امبارح حطينا حجر اساس، هنبدا فورا في اقامه مجمع على افضل طراز لصالح خدمه المستثمرين للمنطقه. يبقى حضرتك تخيلي معايا بقى ان احنا كده خلقنا منطقه تنمويه متعدده الانشطه على ارض الاسماعيليه تشينت بالامس بوظف السيده وزير الاستثمار. وده الجديد بقى اللي سيادتك كنت تقصديه، ان الاول مره نعمل منطقه بهذا الشكل على مساحه لا تقل عن 25 مليون متر مربع في اميز منطقه في الاسماعيليه على الطريق الصحراوي بجوار مدينه المستقبل، في منطقه مميزه جدا هتبقى جاذبه جدا للمستثمرين، وبنفضل مستثمرينا الوطنيين يقبلوا معانا عليها. بالاضافه بقى الهدف الاساسي بتاعي
ان انا هتديني اكبر عدد من الفرص العمل لابنائنا في الاسماعيليه بشكل سريع خلال الفتره الجايه. سياده المحافظ اسمح لي انا كمان يعني دايما لما يكون في كلام عن مشروعات واستثمارات اكتر حاجه الصراحه بتهمني اسمعها توفير فرص العمل الحد من البطاله، وده يمكن اكيد طبعا توفير فرص العمل وتشغيل الشباب ده طبعا من اسمى واهم اهداف اي استثمار اصلا، يعني الهدف منه مع يعني انعاش الاقتصاد ايضا توفير فرص العمل. انا هنا بتكلم بحسب الارقام الرسميه اللي عندي ان احنا بنتكلم انه في مشروعات مثلا المنطقه الحره بتوفرها بتتكلم على 17000 فرصه عمل، اكتر من 17000 كمان فرصه عمل، وانه اهم الانشطه ربما حضرتك وضحت في ده اهم الانشطه تصنيع الملابس الجاهزه، الجلود، الكيماويات، الخدمات البتروليه، تخزين بضائع واعاده تصديرها للخارج. يعني انا هنا عندي لما قعدت اقرا الـ 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 الاعمال دي احنا هنا بنتكلم على توسيع كمان القاعده او الشريحه اللي بتشمل فرص العمل المتاحه. كلمني اكتر عن ده يا فندم، الاولويه هل هتكون زي ما بنعمل دايما لاولاد وابناء محافظه الاسماعيليه ثم اي فرص متاحه اخرى تفتح لباقي المحافظات؟ يعني عايز ادي امل يكون امل حقيقي على الارض لكل اللي بيسمعونا دلوقتي من ابناء الاسماعيليه انه ان شاء الله من لا يعمل سيجد فرصه قريبه جدا. يعني انا متفق مع حضرتك في كل كلمه قلتيها، وانا يمكن ختمت كلامي في الجزء الاولاني من كلامي ان الهدف الاساسي عندي ان كل الجهود دي بنبذلها عشان نزود قماشه موضوع فرص العمل، لان انا يعني معني قوي بشباب الاسماعيليه وتقليل من نسب البطاله اللي موجوده عندنا. المنطقه بتنوع انشطتها بالشكل اللي سيادتك اللي انا شرحته لحضرتك ده هيضاعف الارقام اللي اتقالت دي. الرقم اللي سيادتك قلت لي 17000 دول فرص عمل محققه فعلا على ارض المنطقه وموجودين جوه مصانعهم دلوقتي. المنطقه الحره اللي هي المنطقه الحره، لكن لما هنعمل كمان منطقه حره على 212 فدان، وبعدين هنعمل 158 فدان مناطق استثماريه بمشاريع جديده للمستثمرين، زائد حوالي 570 ورشه جديده هتتنقل بعمالها مع عمال جداد مع مناطق اداريه هتتعمل، زائد المنطقه اللي بنعملها بالتعاون مع وزاره التموين. انا متخيل ان الارقام دي هتتضاعف وكلهم ان شاء الله اولويه اولى لابناء الاسماعيليه. ده منطق، لان هي منطقه بتتعمل على ارضهم ولصالحهم، فيبقى فرص العمل البدايه لهم. اذا كان في هيبقى في اي زياده فابنائنا اللي في المحافظات المجاوره يبقى لهم نصيب معانا باذن الله. باذن الله. بشكر حضرتك جزيل الشكر سياده المحافظ اللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيليه، ده كان خبر مهم جدا الحقيقه، زياره وزيره الاستثمار كانت مهمه. نتمنى ان شاء الله انه سواء الفرص الحاليه اللي موجوده دلوقتي او الفرص المستقبليه اللي باذن الله هتوفرها هذه المشروعات، نتمنى ان يكون هناك اقبال كبير عليها من الشباب، لانه احنا طول الوقت عندنا مشكله بيبقى في ملتقيات توظيف ومفيش ناس كفايه تقدم للاعمال. فان شاء الله يكون هذه المشروعات يعني كل فرصه عمل فيها يا رب تروح لصاحبها لمن يستحق هذه الفرصه. بمناسبه الكلام عن فرص العمل، بس انا عندي خبر مهم جدا نقلا عن مسؤول روسي انه محطه الضبعه هتوفر 78000 فرصه عمل مباشره وغير مباشره للمصريين. الخبر عندي بيقول يوري باريسو، ويمكن اعتقد انه ده مهم الخبر لانه ده اول تصريح بيتحدث تفصيليا عن فرص العمل اللي يعني تكون موجوده او تتوفر نتاج لافتتاح محطه الضبعه النوويه. الناس كلها بتتكلم على النووي، هل مصر مجهزه ولا لا للتعامل معها، الامور البيئيه، الامور السيفتي او الامان، لكن فكره الحديث عن توفير فرص عمل انا يمكن ما سمعتش الخبر ده كتير قبل كده. يوري باريسوف نائب رئيس الاتحاد المهني الروسي لعمال الطاقه النوويه والصناعيه اكد ان مشروع الضبعة لإنشاء أول محطة نووية مصرية للأغراض السلمية مجدي اقتصاديا لأنه بيضمن الأمان النووي ويوفر الطاقة النظيفة للبلاد. قال إن كل وحدة من الأربع وحدات الموجودة في المحطة هتوفر 1500 فرصة عمل مباشرة، وإن كل فرصة هتوفر 13 فرصة عمل موازية في المتوسط تقريبا في المجالات المعاونة لإنشاء المحطة، زي مجالات النقل، زي إنشاء مدينة متكاملة مثلا حول المحطة هيبقى فيها طبعا فرص عمل كتيرة،
احنا بنتكلم للوصول الى 19500 فرصة للوحدة الواحدة، فالمجموع بتاع عدد الوحدات في النهاية بنتكلم على 78000 فرصة عمل للاربع وحدات لهذه المحطة. المسؤول الروسي الحقيقة كان في سؤال توجه له من وكالة انباء الشرق الاوسط عن جدوى وفوائد انشاء محطة نووية سلمية لانتاج الكهرباء في مصر، قال له يعني روسيا تستفيد ايه من ده؟ فكان مؤتمر صحفي في مؤسسة روزاتوم الحكومية الروسية، قال انه الحكومة الروسية الحقيقة خصصت هذا الملف للقضايا تطوير الطاقة النووية ودورها في تحقيق الامكانات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، وكان حاضر يعني الحقيقة مجموعة كبيرة من الشخصيات المهمة في هذا المؤتمر. وباريزوف قال انه زيارته هو وزميله النخبوف جاءت بدعوة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وانه الرئيسين السيسي وبوتين هم اللي هيحددوا موعد التوقيع النهائي على عقود انشاء محطة الضبعة النووية. ده كان خبر انا بعتقد انه مهم جدا ايضا في حديث عن فرص عمل ان شاء الله. هتشتغل في النووي، الشباب هيشتغلوا في النووي. اخر خبر معايا يعني اعتقد انه مهم جدا وهو خبر خاص لنا في صباح دريم. احنا صحيح بنحب الاخبار الخاصه الحقيقه بتشعرنا يعني بالتميز واجتهاد زملائي وانا في الحصول عليها، لكن الحقيقه والله في نوعيه من الاخبار لما بنقراها بنحزن جدا، يعني بنحزن انه هذا الكم من الاهمال ما زال موجود والفساد ما زال موجود في بيعشش للاسف في المجتمع. الخبر الخاص يقول انه النيابه الاداريه بتامر باحاله 7 متهمين بوزاره الاثار للمحاكمه العاجله. امبارح الحقيقه وانا بتناقش مع هذا الخبر مع سياده المستشار افتكرت انه الخبر عن او الموضوع ده عن لسه كنا امبارح او اول بنتكلم انه الدكتور خالد العناني وزير الاثار كان واقف امام البرلمان وقال للساده النواب انا اللي هو بفتح الموضوع، انا عندي سرقه 33000 قطعه اثريه، انا اللي بقول اهو بقول العدد ايه وانا اللي طلبت تحقيق من المخازن وانا اللي اكتشفت ده، فافتكرت انه هو ده، فطلع الحقيقه ان ده حاجه تانية. يعني الاثار احنا عندنا رايحه خالص بصراحه. خليني اقول بس الباراجراف الاولاني او اللي بيسمى يعني الديباجه الاولى لانها مهمه جدا، وناخد هذا الاتصال الهاتفي. البيان الصحفي الذي صدر من هيئة النيابة الإدارية الموقرة بيقول إزاء ما تكشف للنيابة من إهمال صارخ وتعامل لا يتفق وأبسط الأصول المهنية والتقنية مع ثروة مصر الحضارية وقطعها الأثرية التي تشكل لا تراث مصر وحدها بل تراث الحضارة الإنسانية برمتها، تلك الحضارة التي سطع نورها بأرض مصر منذ فجر الخليقة لتخط مسيرة البشرية قاطبة عبر آلاف السنين، ثروة تكاد تخلو منها كافة بقاع الأرض إلا مصر، والتي ينظر لها العالم بأسره نظرة الإكبار والإجلال بما تحمله من قيمة لا تقدر بمال. فقد أمرت النيابة الإدارية بإحالة عدد 7 متهمين للمحاكمة العاجلة، وهم كل من مدير المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم، مدير إدارة الترميم بالمتحف المصري الكبير، عدد 4 من مختصي الترميم بالمتحف المصري القديم، ورئيس معمل الآثار العضوية بالمتحف المصري الكبير. خلينا نعرف التفاصيل أكتر إيه وناخد هاتفيا معانا سيادة المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي والإعلامي لهيئة النيابة الإدارية. سيادة المستشار تحياتي لحضرتك يا فندم وأهلا بيك. اهلا بيك يا استاذه منى، صباح الخير. صباح النور. اولا احييكم لانه يعني انا الحقيقه الباراجراف او يمكن حضراتكم بتسموه الدباجه في مقدمه البيان الحاله العاجله للمحاكمه للمتهمين حقيقي رائع لانه مس قلبي قوي، يعني انا وانا بقراه حاسه انه انا عايزه اقول الكلام ده، عايزه اقول ان احنا عندنا ثروه في مصر وعندنا اثار لا تقدر بثمن، في حين انه للاسف احيانا ايادي الفساد والاهمال تختال هذه الثروه. بالفعل يا فندم خليني اتفق مع حضرتك، ويمكن بس يعني ممكن ازود نقطه ان بالفعل زي ما بيبقى عندنا فساد او اهمال لازم برضه نؤكد على وجود اجهزه وهيئات بتكافح اهمال ووجود اراده سياسيه حقيقيه للدوله لمكافحه هذا الفساد. يعني القضيه اللي امامنا الان دي نموذج واضح جدا للدور الايجابي اللي بتقوم به النيابه الاداريه في هذا الخصوص. القضيه دي ما كانتش بلاغ تقدم بيه جهات الاختصاص او جهات الرقابيه او حتى شكاوى مواطنين. دي كانت باختصار شديد مذكره اعدها مركز المعلومات والاعلام بالنيابه الاداريه لخبر تم تداوله على المواقع الالكترونيه. بناء عليه تم احالته للتحقيق واحيل للنيابه المختصه وقيد برقم قضيه بالفعل بشرها السيد الاستاذ طارق يوسف رئيس النيابه باشراف المستشار ناجي عبد الحميد المدير النيابه.
وتكشف للنيابة بقى أثناء التحقيق صحة ما تداوله الخبر. الخبر كان بيتكلم باختصار شديد عن إهمال يتم في نقل الآثار. نعرفين كلنا أن مصر تفتح المتحف المصري الكبير، فكنا بننقل الآثار بتاعة المتحف المصري من المتحف المصري الموجود في التحرير ومخزن موجود في مدينة أطفيح إلى المتحف المصري الكبير. عملية النقل وعملية التغليف لتلك القطع الأثرية الثمينة كانت يعني لا تتفق وأبسط المعايير العلمية بالفعل. يعني ترتب على كده أن عندنا 6 قطع أثرية عمر كل واحدة منها آلاف السنين، اللي اتكسر واللي تم تهشمه بالكامل واللي ازداد عليه شرخ. طبعا الحاجات دي قيمتها حتى على المستوى العلمي والتراثي بتقل إذا ما أصابها أي ضرر من نوع ما. كمان يعني حضرتك أشارت لنقطة مهمة جدا إحنا كلنا بنبقى عايزين نقولها. اللي سافر بره وشاف مثلا ان في دول يمكن لا تملك من رصيد التاريخ او الحضاره الا بضع مئات من السنين، ولكن ما يشبه القداسه فيما تمتلكه من تراث. صحيح. فما بالنا بمصر اللي هي بنتكلم على اقدم الحضارات على وجه البسيطه. صحيح. لما يكون التعامل لازم يكون التعامل على مثل هذا المستوى، لازم ندرك حقيقه قيمه تلك القطعه الاثريه. دي توارثتها اجيال، دي مش ملك هذا الجيل الحالي، دي توارثتها اجيال، ملك الاجيال السابقه وملك الاجيال المستقبليه. لازم نتعلم ازاي نحافظ عليها ولازم نتعامل معها على المستوى الذي يليق بقيمتها وبقيمه مصر. تحقيقات حضراتكم يا سياده المستشار كان فيها كمان كشف اعتقد لبعض المخالفات اللي شابت حتى عمليه التغليف والنقل. يعني انا عايز اقول ان الموضوع مش بالضروره يكون فساد مقصود، فكره حتى ان انا ما بقاش زي ما حضرتك طبعا بتقول، فكره ان انا ما بقاش مدركه بقيمه الفروه اللي تحت ايدي دي، يعني القطعه الاثريه اللي قد كده دي قيمتها ايه وتساوي فروه قد ايه. كوني أنا معينة موظف في المتحف أو في أي مكان فيه أثار مش معرفاه إيه قيمة الحاجة اللي هو مفروض مسؤول عنها أو حتى مسؤول عن ترميمها أو نقلها وتغليفها من مكان إلى مكان، فأنا كمان هنا كمسؤول أحاسب. بالفعل وهي المشكلة إن الموظفين دول يا إما مرممين يا إما ناس أثريين، يعني هو المفروض إنه دارس وفاهم تماما قيمة هذا الأثر. اللي حضرتك بتقوليه ده مهم جدا ويمكن نبسطها للناس بحاجة بسيطة. لو حد فينا عنده قطعة من الكريستال ثمينة شوية في منزله وقرر إنه ينتقل إلى منزل آخر، شوفي حضرتك بيتم تغليفها إزاي أو بيتم مراعاتها إزاي. صحيح. لما نيجي نتكلم بقى عن أثر مصر، يعني إحنا فوجئنا إن في آثار كانت بتبقى عبارة عن قطعتين، صندوق مثلا وله غطاء، بيتلف مع بعضه فنتيجة الاهتزازات نتيجة الطريق طبعا بيتكسر، المفروض ان كل قطعة منه بتتلف بشكل معين. جم بعض احيانا قالوا احنا كنا مستعجلين ولو ما كناش خلصنا كناش هننقل. طب ما ننقلش، يعني لو هيترتب على هذا النقل ان الاثر ينتهك بهذا الشكل لا يبقى ما ننقلش دلوقتي، انقل لما تتوافر الظروف الملائمة. فطبعا من هنا كانت الـ يعني النيابة يمكن بتاخد منحة في مثل تلك القضايا التعامل بمنتهى الصرامة، لان ده يعني مش مال عام بس، لا ده هوية مصر وقيمة مصر وأثر مصر. فبالتالي كان قرار إحالة بإحالة السبع متهمين دول اللي اشتركوا في عملية التغليف والنقل الخاص بالقطع الأثرية دي، ولقينا 6 قطع أثرية بالفعل كان تم يعني حصل ليهم ضرر بالغ. قبل ما أشير إلى ما أهبتم بيك في ختام البيان الصحفي، ودي كمان جزئية مهمة جدا يا سيادة المستشار، اسمح لي أسألك على إن كان في كلام طلع وحضراتكم تناولتوه في هذا البيان، إنه كان في كلام طلع إنه في أحد كراسي توت عنخ آمون اتكسر وهو بيتنقل، عشان بس حضرتك عارف طبعا إنه بره الغرب توت عنخ آمون ده بالنسبة لهم شيء يعني يسمعوا اسمه طبعا يعني بيحصل حاله من الهلع من كتر الـ يعني اهميه توت عنخ امون وهذه الاثار. فقول لي بعد اذن حضرتك هل الكلام ده مظبوط ولا مفيش اي مشاكل فيه؟ لا بالفعل زي ما حضرتك قلتي، ويمكن تعمدنا نوضح ده في البيان، ان لا ثبت عدم صحه هذا الكلام، وكل القطع الخاصه بالملك توت عنخ امون تم نقلها بشكل سليم ومفيش فيها اي اضرار، وده وضحناه بالفعل في البيان منعا لللبس او ان يحصل فيه مشكله، لان كان الخبر اللي تم تداوله في وسائل الاعلام ان بعض مقتنيات الملك توت عنخ امون اصابها الضرر، فلا ثبت عدم صحه الكلام ده، وان كل المقتنيات الخاصه بالملك توت عنخ امون الحمد لله سليمه. تمام. التوصيات النهائية زي ما بقول أو ختام البيان يا فندم، حضراتكم في نيابة هيئة النيابة الإدارية أهبتم بالقائمين على قطاع الآثار ضرورة الحفاظ على تراث مصر وما تمتلكه من إرث حضاري تتوارثه الأجيال ليظل شاهدا على عظمة هذا الشعب وتاريخه، ويستكمل البيان. لكن أنا اسمح لي أقول لحضرتك وحركي أكيد طبعا أدرى مني بده، أنه من تسول له نفسه ومن يسمح له ضميره
بالتعامل بهذا الشكل مع آثار ومع ثروة قومية كبيرة لا تقدر بثمن، أنا ما أعتقدش أنه مجرد بيان أو حث من أي جهة من الدولة ممكن يصلح له ضميره. هل حضراتكم بيبقى فيه زي وقاية أو إجراءات وقائية للتعامل مع هذه الأمور علشان لا تكرر مرة أخرى، بدل ما أفقد آثار أكتر، ده غير 33 ألف أثر اللي مسروقين اللي معالي وزير الآثار اعترف بهم أمام البرلمان لسه امبارح أو أول امبارح؟ بالفعل اللي حضرتك بتقوليه ده بيتم يمكن بشكل سنوي، ويمكن تناوله التقرير السنوي فيما يتعلق بقطاع الاثار تفصيلا بالاجراءات الواجب اتباعها. طبعا بعد ما النيابه بتسمع عن ناس متخصصين، يعني حتى في القضيه الماثله كان في لجنه فنيه على مستوى عالي متخصصه بتفحص كل قطعه عشان نتاكد من سلامتها، ما اكتفيناش بس باللي ذكره الخبر. فبتقوليه بيتم بالفعل عمل محددات كيفيه الوقايه، كيفيه المنع، كيفيه عمل الاجراءات بشكل سليم، وبترفعها النيابه للقياده السياسيه وبتخطر بيها الوزاره المختصه. وطبعا بيبقى في المحاسبه فيما بعد طبعا، اللي هي زي ما بنشوف قضيه زي دي لما بيثبت وجود مخالفه، ان النيابه بتتصدى زي ما قلت لحضرتك، يمكن النيابه تصدت هنا بالدور الايجابي بتاعها من تلقاء نفسها بدون حتى ان تنتظر وجود دلاله. نعم، بشكر حضرتك جزيل الشكر سياده المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئه النيابه الاداريه. ده كان بيان هام جدا. منظومه الاثار كلها على بعضها الحقيقه يعني محتاجه شغل ومجهود جامد جدا، لانه زي ما بنقول لو احنا مش عارفين قيمه الاثار دي، وزي ما سياده المستشار قال المشكله انه يعني اول ناس بتوجه لهم الاتهامات دول ناس بيبقوا في الغالب اثريين وناس مرممين، فناس فاهمه كويس قوي قيمه الحاجه اللي بتشتغل عليها، فما عنديش هنا حته ايه اصله مش عارف قيمه الحاجه اللي تحت ايده. لا هو عارف كويس جدا، هو عارف بس مش فارق معاه مش همه. هنشوف مع بعض تقرير اعده لنا زميلنا العزيز مراسل صباح دريم كريم عبد الكريم عن حسن او مستر خشبه. مين حسن او مستر خشبه؟ انا هسيب التقرير يحكي لحضراتكم بالظبط، ونرجع مباشره نفتح موضوع مشروع قانون التامين الصحي، ما الذي يدور داخل اروقه البرلمان فيما هو متعلق بهذا المشروع، ليه تاخر صدوره ولا هو ده الطبيعي انه ياخد هذا الوقت. ضيفينا الكريمين اللي هنطرح معاهم كل الاسئله المتعلقه بالتامين الصحي ومتى ينتهي عذاب المواطن المصري. اكتر كلمه بتوجع قوي لما حد يتصل بيك في برنامج على الهوا مثلا او يقابلك في الشارع يقول لك انا قعدت الف بابني او ببنتي ودخت السبع دخات عشان ادخله مستشفى ما عرفتش اعالجه. واللي يوجع اكتر ويخليك تحس انه انتهى الكلام، خلص الكلام، ما فيش كلام تاني اصلا ممكن يتقال، لما يقول لك ابني راح من ايدي عشان اتاخرنا في علاجه او عشان ما كنتش عارف اوديه فين. دي صعبه جدا. ضيفي الكريمين الاستاذ الدكتور محمد نصر نقيب اطباء الجيزه وعضو لجنه صياغه القانون، والاستاذ الدكتور مجدي مرشد عضو لجنه الصحه بمجلس النواب، بعد هذا التقرير. عندما تظل تبحث في ثناياك على من تكون في الأصل أو ما الذي تملكه من موهبة، هي بداية الحراك من وضع السبات إلى أول الطريق. أما ردة فعلك في هذه الرحلة عقب الانكسار أو الانتصار أيضا، هي ملامح حلمك إن شئت كان جميلا أو قبيحا، إنها إرادتك. اسمه حسن، وهو حسن في حلته أيضا، شاب في منتصف العشرينات بدت عليه موهبة غير رائجة، ولم تكن هي مثار الدهشة الوحيدة، بل إن آلية التفاني في صناعة أعماله بمنشار الزخرفة أو الأركيت، وهو أداة كل ما نعرفه عنه أنه من الأدوات المدرسية، وعن حب الدارسين للمدرسة وكل ما يتعلق بها على هذا الكوكب حدث ولا حرج. وما أن تبدي حقيقة الأمر لك سوآتها تزداد تعجبا، أن تلك الأداة التي كان الظهور الأول لها في حياته داخل أروقة المدرسة باتت مصدر سعادة هذا الشاب ومصدر دخله أيضا. أنا اسمي حسن خالد، مؤسس مشروع خشبة. خشبة ده متخصص في فن الأركيت اليدوي. بدأ موضوع الخشب ده معايا من حصة المجال الصناعي من أكتر من 15 سنة لما كنت في المدرسة. المدرس دخل وجاب لنا مناشير أركيت كده نجرب فيها، وقصصات ميكي ماوز واللي هو الستيكر اللي كان بيلزقه لنا على الكرتون والخشب والحاجات دي، فكل واحد بقى خد له يعني قصوصة خشب كده وقعد يقص ويجرب فيها.
فكل الناس كسرت السنون وبهدلت الدنيا، انا كنت مكمل طريقي عادي وخلصت القطعه تمام. فالمدرس عجبته قوي فبدات انا كمان يعجبني الموضوع، فبقيت باخد معايا البيت واقعد انشر في البيت. فابتديت بقى اهتم بدراسه الاركيت مش مجرد ان هو يبقى هوايه عاديه، فدراسته وشفت هو ازاي ممكن يطلع منه اشكال صعبه، وان هو داخل في فن الاساس وهو من الفنون المكمله لفن القيمة مثلا، وده فن من الفنون الصعبه جدا. مر حسن من ممر اذاقه المر في رحلته، حيث ظل حبيس غرفته لمدة 30 يوما أقرب للاكتئاب والعزلة، ولكن كان النصر لموهبته التي أعادت النور لشريان أنامله لتطل علينا أعماله التي أقل ما توصف به أنها رائعة. جت فترة عليا تعبت تعب شديد، وقعدت في البيت شهر قاعد نايم ومش أي حاجة غير أن أنا باخد أدوية وبيجيلي نوبات تعب. فترة النقاهة الدكتور نصحني ان انا اعمل حاجة بحبها، فما لقيتش قدامي غير الاركيت ده ان انا اعمله. لم تنتهي العقبات عند هذا الفصل من رواية مستر خشبة، اذ انه لا زال يعاني وشركائه من سوء التسويق الذي يعولون لاستعاضته بمواقع التواصل الاجتماعي، علاوة على بيع اعماله اليدوية باسعار هي ثلث القيمة الشرائية لمثيلاتها في الدول الغربية. احنا معتمدين اصلا على السوشيال ميديا والتسويق بره، التسويق الخاص بينا احنا، مش معتمدين على السوق في حاجه. فده مخلينا لحد ما معتبرين ان السوق مجرد شوروم وزي ما يكون مخزن للحاجات بتاعتنا. المفروض ان السوق ليه بادجت من الحكومه، وما يعني في صندوق للسوق ده تبع هيئه تنميه السياحه، فالمفروض ان هي المكلفه ان احنا لما نقول عايزين حاجه هي اللي تنفذها. يعني هو السوق ده تابع لهيئة تنمية السياحة؟ إن شاء الله حاضر. هو ده كان رد الفعل اللي احنا استجاب، يعني الاستجابة إن شاء الله حاضر، هندرس الموضوع. احنا بقالنا هنا في السوق سنة ونص. كل هذا الضجيج وتلك المعوقات لم تضع حدا لأحلام حسن ورفقائه ولا بديل عندهم عن النجاح. الحياة مش وردية، وأنا مش في المشروع هنا الدنيا كلها وردية. يعني أنا أوقات كتير قوي بيمر علينا شهور بنبقى مزنوقين وتعبانين وطلعانين هنينا، بس ما بنكمل علشان دي الحاجة اللي احنا شايفين إن هي الباشن بتاعنا، وهي دي اللي بتدينا الطاقة إن احنا نكمل والناس مبسوطة بيها. فكل ما بنقع ونقول يا جماعة احنا بنقع، نلاقي حد بيدعمنا ويقول لنا لا كملوا علشان انتوا بتعملوا حاجة حلوة. فطول ما انت بتعمل حاجة حلوة وبتشاركها بالناس، يعني بتشارك الناس فيها، هتلاقي اللي يدعمك في وقت انت بتقع فيه. بورتريهات وعبارات تحفيزية وقطع ديكور بلمسات فنية في تلابيبها دقة قد تظن أن هناك آلة صنعتها. أصقلها بالتدريب وإعادة دراسة كل ما أخفته عنه في عامها الأول بصحبته، لكنها الآن مفتونة به تبيح له بأسرارها الواحدة تلو الآخر. من المعتاد أن يسقط أحدهم بداع الظروف، أما من شاء سيجد لحلمه سبيلا ولو حال دون ذلك جدران من الفولاذ، مستعينا بإحدى الأدوات المدرسية التي كانت قبيل أعماله منسية. كريم عبد الكريم، صباح دريم. يا أهلا بحضراتكم من جديد. لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وأنه الدولة بتكفل الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدمتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفائتها وانتشارها الجغرافي العادل. اللي أنا ذكرته دلوقتي ده جزء صغير من المادة 18 في الدستور المصري اللي طبعا بتشرح باستفاضة حق المواطن في الحصول على الرعاية الطبية والصحية الكاملة وبجودة عالية زي ما ذكرنا.
هل هذا ما يقدم بالفعل الآن أو هل هذا ما يحصل عليه المواطن المصري بالفعل؟ أكيد لا، وإلا ما كانتش الدولة شافت أنه نحن في حاجة ماسة إلى صدور مشروع أو صدور قانون للتأمين الصحي. القانون بقالنا كتير أو مشروع قانون كتير بقالنا في البرلمان، والحقيقة ناس بتقول أنه مشروع يحتاج الوقت ده لأنه تفاصيله كتيرة جدا وتطبيقه صعب جدا، درجة أنه سمعنا كلام أنه هيطبق على مراحل مش في كل المحافظات في البداية، والبعض الآخر بيقول أنه لا سيبك من الكلام ده الموضوع أنه ما فيش ميزانية والدولة معهاش فلوس عشان توجه مبلغ اللي محتاجينه لتطبيق التأمين الصحي. ما بين ده وما بين ده ربما هناك وجهات نظر أخرى هنعرفها ممن كتبوا أو صاغوا هذا القانون ومن داخل البرلمان، من مع ضيوفنا الكرام اللي منورنا الحقيقة النهاردة في صباح دريم، الأستاذ الدكتور محمد نصر نقيب أطباء الجيزة وعضو لجنة صياغة القانون وأستاذ جراحة القلبي. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك. منورنا يا فندم. نهارك يشتغل. ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وأستاذ طب وجراحة الأعين. صباح الخير يا فندم. أهلا صباح الخير. ممكن الأول حضرتك تقول لي ليه صلحتها لي؟ كنت بقول لدكتور مجدي قبل الهوى أستاذ جراحة العيون، قال لي الأعين هي الأدق لغويا. الأعين هي جمع العين التي تبصر، والعيون هي جمع العين التي ينفجر منها الماء بيشربه الناس. في عيون ماء وأعين تبصر. يعني احنا طول السنين دي بنقولها غلط؟ بنقولها يعني هي في بعض الناس بيقولوا تجوز، لكن هي الحقيقة لغويا الأعين هي جمع العين التي تبصر، والعيون هي جمع العين التي ينبع منها الماء. لا، واحنا في صباح دريم بنحترم اللغة جدا ياريت. فيعني من هنا ورايح ان شاء الله ما يكون في عندنا كلمة جمع للعين التي تبصر العين. هيبقى أعين. أعين وليس عيون. وليس عيون. أشكرك على هذه المعلومة الجميلة. ندخل في صحة العين وصحة القلب وصحة البني آدمين. يا سلام. هبدأ بحضرتك دكتور محمد، لو تسمح لي في البداية تدينا نبذة سريعة عن يعني أبرز الهايلايتس كده في قانون مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، يفرق إيه عن الموجود ويحقق إيه؟ إحنا عايزين نقول الأول إنه التأمين الصحي الحالي اللي هو موجود ميزانيته 11 مليار و200 مليون، زادت ل 11 مليار و2 مليون. وبتأدي خدمة. ناس كتير قوي بيشتكوا من التأمين الصحي لما بيروح العيادات، لما بيروح يكشف إلى آخره، لكن التأمين الصحي الحالي بيغطي بحدود 55 مليون شخص، وبتحس بيه في الكوارث. يعني واحد عايز يعمل عملية بيلاقي التأمين الصحي بيغطيه، واحد عايز يعمل زرع قوقعة التأمين الصحي بيغطيه، واحد دلوقتي زي ما قلت حاجة كان لسه كان في عيان محتاج أنبوبة تتحط في الأورطة وكانت تكلف مثلا 180 ألف، بعته للتأمين الصحي من غير أي وساطة من غير حاجة بيعملوا له لجنة وبيغطوه. إذا التأمين الصحي الحالي اللي هو ب 11، أنا ليه برد على حضرتك لما قلت لي إن الميزانية مش هتكفي؟ لا، ده بال 11 مليار وال 200 مليون بيأدوا خدمات. صحيح في خدمات قصيرة ما تحسيهاش لما تروحي العيادة وتكشفي وتاخدي باللاسيد خميرة حديد حاجات من دي، لكن في جميع الكوارث المواطن متغطي. دي نقطة مهمة. بس الفرق بقى في حاجتين. التأمين الصحي الحالي الوحدة بتاعته هو الشخص المواطن اللي بيشتغل. تمام. التأمين الصحي الجديد الوحدة بتاعته هو الأسرة. دي تفرق، دي فرق كبير جدا، إنه بيغطي المواطن وأسرته. دي أول فرق. الفرق الثاني إنه نظام اجتماعي تكافلي، يعني كل مواطن طالما عنده رقم قومي لازم يشترك فيه. دي تفرق، لانه طيب الناس اللي غير القادرين اللي هم ما يقدروش يدفعوا اشتراكات، الدوله هتقوم بتغطيتهم وهتدفع لهم اشتراكهم. دي اول خطوه، لان انت مجرد ان انت تعمليه اجباري بنظام تكافلي وكل المواطنين يشتركوا فيه، ده لوحده هيرفع موارد التامين الصحي. الحاجه الثالثه انه طريقه تحصيل الاشتراكات اللي احنا لما كنت قلت قبل كده مثلا استاذ الجامعه بياخد ماهيته الاساسي 2000 جنيه، لما بي بي بياخد بدلات بتوصل ماهيته ل 12000 جنيه، السكرتير بتاعه ما بياخدش غير ال 2000 جنيه. فلما كانوا بيدفعوا اشتراكات التامين كان الاستاذ بيدفع زي السكرتير بتاعه، فكان ناتج عنها ان الفقير هو اللي بيصرف على الغني، او مثلا وكيل وزاره بياخد 20000 جنيه من اللجان المؤهله، فلكن كان بيدفع زي السكرتير بتاعه اللي بياخد 2000 جنيه. دلوقتي تحصيل الاشتراك هيبقى من الاجر الاساسي اللي على سرك.
يعني نفس فكرة أو مبدأ أو مفهوم تحريك سعر تحريك الدعم، يعني فكرة إن المقتدر لازم يدفع أكتر عشان الغير مقتدر، الغني يصب على الفقير، وده يبقى نوع من التكافل الاجتماعي. انت عارف انا بمثل الوفد في اللجنه دي اللي عملت القانون، فالوفد هو الراسماليه الاجتماعيه. الراسماليه الاجتماعيه يعني ايه؟ يعني المحافظه على المفاضله الفرديه، ان انا عندي افكار وعندي اراء وعايز اعمل شركه الى اخره اعملها، بس من 25 ل 30% من فائض القيمه يرجع للعاملين معايا، مش عشان انا راجل طيب، لا، عشان يكون عنده مصلحه في المنتج بتاعي، ان هو يبدا عشان يبدا يبتكر، يبدا يفكر، يبدا يطور المنتج ويكون له مصلحه. لكن لما انا استحوذ كرأسمالية، استحوذ على كل فائض القيمه، اللي بيشتغل معايا ما عندوش مصلحه هيدمرها. دي النقطه، هي دي الفكره بتاعه، عشان دايما نقول ان الوفد هو الرأسمالية الاجتماعيه. دي كانت اول ثلاث خطوات تفرق في بيميزوا القانون الحالي عن علشان دي المبدا كاساسي. عشان اتعملت ثلاث هيئات. احنا برضو كان عندنا عشوائيه في توزيع الاطباء، تدريب الاطباء، يعني 5% من الاستاذ الدكتور مجدي مرشد، وهو من اساتذه الافاضل وفي المجلس الاعلى للجامعات له دور، 5% من اللي خارجين في الطب بياخدوا تدريب على مستوى، واكتر من 95% بيهدر مواردهم البشريه، ودول اولاد شاطرين. يعني ده اصلا بمعنى ايه يا فندم؟ يعني لا نقوم بتوزيعهم بشكل جغرافي، ما بياخدوش تدريب الصح، التدريب الصح، ولا بياخدوا التدريب على ايد معلم. احنا الكار بتاعنا بلية مفتاح 10، يعني لازم لازم انت حد معلم يعلمك. صحيح. انت بتتخرج عندك فكره، مبادئ نظريه اساسيه، لازم التطبيق العملي بقى، لازم حد يعلمك، ياخد بايدك ويعلمك. فهي دي، فاذا اتعمل ثلاث هيئات. هيئة الأول اللي هي حدين رؤوس الأموال، ودي لها هيئة مستقلة، ورؤوس الأموال دي الذي يمتلكها المؤمن عليه. حلو. دي مستقلة. الهيئة الثانية، لا خلينا، لأن موضوع الثلاث هيئات ده ناس كتيرة جدا مش فاهمين، مع إنه اتشرح كتير بس ناس كتيرة مش فاهمين. هيئة الأولى دي مسؤولة إنها تتحصل على الأموال اللي هي بتحصل، اللي منها حصرف على التأمين الصحي. بالضبط، اللي هي بتدير رؤوس الأموال. تمام. ودي هيئة مستقلة لا تتبع وزير الصحة، وإنما هيئة مستقلة ولها مجلس إدارة ولها لائحة تنفيذية، والفلوس دي بيملكها المواطن، مجموع المواطنين المؤمن عليهم. الهيئة التانية هي الهيئة اللي بتحدد جودة الخدمة الطبية، ان احنا عايزين المواطن يتحسن الخدمة الطبية اللي بتتقدم له، ما تبقاش خدمة نص ونص. بس احنا لما جينا نقول عايزين نحط معايير للجودة علشان ما نقفلش مستشفياتنا، لانها ممكن المستشفيات كتير ما توصلش، فحطينا معايير اقل من المعايير العالمية في الفترة الاولانية، بس لكن تأخذ في الاعتبار جودة العلاج وجودة الخدمة المقدمة على أعلى مستوى، ولكن في 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 الفندقة، في 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 حاجات اللي هي غير مهمة أقل من الجودة العالمية شوية، لكن الخدمة التي تقدم للمواطن هتكون على أعلى مستوى. دي الهيئة الثانية. ودي برضو هيئة مستقلة، دي لأنها بتهم المواطن أكتر، لأن الهيئة الأولى دي إداريات كلها، فالمواطن ما فيش احتكاك مباشر بينه وبينها. إنما الهيئة الثانية دي المنوطة أنها تطمئن إن المواطن بياخد الخدمة الصح. فقال الهيئة دي هتمر كل ما هو كل الصروح الطبية اللي موجودة في مصر، الهيئة دي هتقيمها. طب الثالثة إيه يا فندم؟ الثالثة بقى هي هيئة الرعاية الصحية. هيئة الرعاية الصحية دي هي الهيئة وليها لائحة تنفيذية التي يدخل تحت عقوباتها جميع المستشفيات على أرض مصر، خاصة وحكومة، خاصة وحكومة جميع. مش معنى كده مثلا ان الهيئة دي هتدير مستشفيات الجيش، ولا هتدير مستشفيات الشرطة، ولا هتدير مستشفيات هيئة السكر، لا، ده هي بتهيمن على انه توزيع الأطباء والمدربين والمتدربين وتوزيع الأجهزة وتوزيع المستهلكات وتوزيع التخصصات على مستوى الجمهورية زي في كل حتة في الدنيا. انت مثلا في أوروبا ما تقدريش تروحي تفتحي مثلا اسم جراحة قلب في أي حتة، لازم الهيئة دي تقولك احنا محتاجين الحتة دي في الحتة الفلانية، احنا محتاجين التخصص ده. ما تجيش مثلا في مستشفى تلاقي فيها أجهزة فوق الوصف وفيها إسفاف، ومستشفيات تانية تلاقي ما فيهاش حاجة. يبقى لما اجي افتح مستشفى هرجع للهيئة التالتة دي. بالضبط. علشان اقول لها انا عايزة افتح مستشفى بتخصصات 1 2 3 4. بالضبط. فهي ترد عليا تقول لي والله تمام ولا لا، عندهم ودي بتتبع وزارة الصحة، بس في مجلس ادارتها داخل كل الناس
اللي هي يمين يخش فيها من الجيش ويخش فيها من الجامعه ويخش طيب فيها. يعني اصل احد المشاكل كلمه واحده بس، ان احد المشاكل اللي كانت مختلفين عليها انه مثلا يقول لك الجامعه احنا مش عايزين نخش تحتيها، لا هو احنا الهيئه تتعاقد معاك لكن انت بتدير جامعتك زي ما انت وبتدير مستشفيتك الجامعيه زي ما انت، لكن انت داخل تحت الاطار دي في اطار عام لسياسه الدوله. طيب سؤال اخير بس قبل ما انتقل لدكتور مجدي، حضرتك قلت بس حاجه عشان ما نعديهاش، يعني الهيئه دي لو انا عندي مستشفى تتبع القوات المسلحه او تتبع الشرطه او زي ما حضرتك قلت هيئه السكه الحديد ايا كان، ليها السلطه انها تقوم او تصلح مشكله فيها او تباشر عليها؟ قال لك لو راحت المستشفى، لو راحت المستشفى لاحدى المستشفيات الحكوميه مثلا او حتى المستشفيات الخاصه ولقيتها اقل من الجوده فبتديها 3 شهور او عده شهور علشان تحسن مستواها. تمام. اذا ما تحسنتش، عشان يبقى كلام واضح لانه في ناس كان فيها لبس فيها، لن تباع ولن تخصخص الى اخره، ده هي هتفضل ملكيتها للدوله ولكن هتخش تحت عباءه هيئه من الهيئات سواء الجامعه او المستشفيات التعليميه او الامانه لترفع ايه مستواها. طيب استاذ دكتور مجدي مرشد، الاول راي حضرتك ايه لو في حاجه تحب توضحها، وبعدين نعرف بقى من حضرتك القانون دلوقتي وضعه ايه في المشروع القانون وضعه ايه في البرلمان. هو الحقيقه انا عايز بس اقول حاجه، انه يعني قرار انشاء هيئه التأمين الصحي تم في 1964 بقرار جمهوري 12/09 من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. تمام. فاحنا لدينا تأمين صحي من 64، يعني احنا عندنا 54 سنة خبرة في التأمين الصحي. الكلام اللي قاله الأستاذ الفاضل الدكتور محمد ناصر الحقيقة كلام رائع جدا، وأنا بأثمن على وأقدم شكري من خلال برنامجك المحترم لهيئة التأمين الصحي اللي موجودة، لأن الحقيقة ب 11 مليار، وكان على فكرة 8 لغاية السنة اللي فاتت بقى 11 السنة دي بزيادة الضريبة اللي على السجاير، تعمل كل هذا الإنجاز؟ لا، هذه الهيئة هيئة محترمة قدمت خدمات كثيرة وما زالت تقدم، إنه ما عندناش وسيلة علاج في مصر غير حاجتين، هيئة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، مفيش حاجة تانية. العلاج على نفقة الدولة الحقيقة ده أنا في رأيي إن ده أمر تم استحداثه لعجز النظام الصحي المصري عن تقديم خدمة صحية جيدة للمواطن. فتم استحداث ما يطلق عليه علاج على نفقة. علاج على نفقة الدولة في الأساس كان فكرته إيه؟ بعض الحالات، بعض الأمور اللي تتعالج على نفقة الدولة، حالات، إنما دلوقتي أصبح تقريبا كل من ليس لديه تأمين صحي يعالج على نفقة الدولة. صحيح. فأصبح في ازدواجية حتى في صحيح. تقديم الخدمة. صحيح. وده كان بيخلينا طول الوقت نسأل، هو بعد إن شاء الله ما قانون التأمين الصحي مشروع يقرر نفقة الدولة خلاص بينتهي تماما، مفيش، ما هو كله بقى خلاص. يعني أنا النهاردة تحت مظلة التأمين الصحي. أنا بس ليا حاجة يمكن تبسط، لأن فعلا الدكتور محمد قدم الهيئات بشكل، ودي خطوة رائعة فصل الهيئات، لأن اللي كان الأول اعتبري إن المواطن ده مستهلك لسلعة اللي هي الصحة. الصحة دي المواطن هو اللي هيشتريها أو هو اللي هياخدها، فبيدفع جزء اللي هو الاشتراك لهيئة بتلم الفلوس اللي هي هيئة التأمين الصحي الشامل الإلزامي التكافلي اللي هتبقى موجود. تمام. هو بيدفع اشتراكه، دكتور محمد بيدفع، وحضرتك بتدفع، كلنا بندفع اشتراكنا للهيئة دي بالنسب المختلفة، بنسب دخل، بالنسبة للدخل. في برضه ملحوظة لازم تبقى معروفة، أنا بحس على حضرتك هنا في نقطة مهمة، هتعرفوا منين إن المواطن بيقدم دخله الصحيح؟ لا، كل من هو تحت السيطرة، كتير قوي في التلاعب. لا، هو كل من هو تحت السيطرة، يعني الموظفين الحكوميين وكل الموظفين اللي دول هتقدر تجيبي دخلهم بسهوله. والموظفين الحر احنا بنتكلم بقى على القطاع الحر والعماله الغير منتظمه والفلاحين، هي دي كبيره قوي يا فندم. هناك جهات كتير هتشتغل، الضرايب هتساعدك فيها، التامينات الاجتماعيه او التامينات الاجتماعيه هتساعدك فيها، في حاجات كتير قوي هتقدري حضرتك تطلعي طبعا حتما هيبقى في نوع من لازم، لكن مور ليس هنقرب من النسب بتاعه الاعمال الحره. تمام. والاجر الشامل احنا الاول كنا بناخد على اجر تاميني، وده مبلغ قليل زي ما قال الدكتور الاستاذ دكتور محمد وضح، انه كان انا دلوقتي باخد 2000 هبقى باخد اجر الشامل هيبقى 10، فنسبتي اللي هي 5% زادت، هتزيد جدا طبعا، ولذلك الريسورسز او التمويل هيزيد جدا. تمام. فلابد ان الخدمه تتطور. انتوا معتمدين على الجزئيه دي اعتقد؟ طبعا لا، في مصادر تانية كتير قوي. طب زي ايه يا فندم؟ لا، في مصادر على السجاير، هيبقى في 50 على برضه هتكلم مع ده، على الطرق احتمال يبقى عندكم 8.5 مليار قريب جداد. مع الاسف الشديد لو مع الاسف الشديد انهم انتزعوا مننا
امبارح ونأمل وسنسعى لإعادتهم للتأمين الصحي. ازاي؟ لأنه اتقالوا بطريقة مش منصوص عليها للتأمين الصحي. احنا كان لنا قبل كده طول الوقت يا فندم عارفين انه اموال الضرائب المحصله من السجاير والشيشه تذهب امبارح اللي امبارح دي كان مبلغ تم اضافته للصحه مش للتامين الصحي. في فرق للتامين الصحي. احنا عايزين كل الريسورسز دلوقتي تيجي تتحول على التامين الصحي عشان نبدا نحط بنيه اساسيه ونشتغل، وان شاء الله يعني في محاوله ان احنا السجاير الطرق هيتاخد على كل طريق مثلا جنيه على الطريق. بس ده جديد يا فندم مش كده؟ ده جديد ما كناش بنعمل. لا ما كانش ده. لا لا خالص لا في مصادر. انا بقول لحضرتك في مصادر كتير ده. في مصادر انت دخلتينا حضرتك لجزئيه معلش بس عليها خلاف عليها خلاف كتير. طب تحب ناجلها قليلا ونرجع لكده؟ لا كنت بتكلم على الهيئات. فالهيئه دي هتلم الفلوس من الناس وتروح تتفق مع صاحب المكان اللي بيقدم الخدمه للمواطن اللي بيبيع الخدمه للمواطن اللي هو هيئه الرعايه الصحيه. ده فاتح مكان في كل المستشفيات، هو اللي بيتكلم بلسانها، هو اللي بيتفق معاها، وهو اللي بيظبط نفسها كل حاجه لها، ويتفق بقى مع الهيئه اللي لمت الفلوس مننا انه هيعالج بكام وفين وازاي والكلام ده كله مع اللي بيقدم الخدمه اللي هو هيئه الرعايه الصحيه. الاثنين دول هيتفقوا مع بعض. طب لازم يبقى موجود واحد يراقبهم ويحكم عليهم اللي هي هيئه الاعتماد والرقابه والجوده اللي هي تبص على المستشفى ده حلو لا مش حلو، ده ينفع يقدم خدمه محترمه للمواطن اعتمده، ما ينفعش لا يستنى لما يتجهز. هي دي الهيئات الثلاث هيئات. ثلاث هيئات قبل كده بقى كانوا ايه؟ كانوا تابع وزاره الصحه. تمام. يعني اللي بيصرف واللي بيراقب واللي بيقدم الخدمه فانا بشتغل مع الدكتور محمد في نفس الوزاره، ده المستشفى بتاعك زي الفل رغم انه مش حلو. فانا زعلان من دكتور محمد في المستشفى بتاعك مش يعني حلو. يعني مننا فيه دفاتر دفاترنا دفاتر بالظبط الورق ورقنا دفاتر دفاترنا. فطبعا ده كان وضع الى حد ما عبثي. الوضع الحالي بالفصل فكره رائعه على فكره. وفي لكن تعدد الجهات يا فندم ما يقلقش المواطن في النهايه؟ لا لا ما يقولكش بيروقراطيه واللي هيتقال لي اللجنه الاولى بتبحث اصل الهيئه الثانيه معاها الموضوع. لا بالعكس ده هو في صالح المواطن لسبب انه في حد بيلم فلوسك وانت عايز تطمئن عليها. ففي حد بيراقب الفلوس دي هتروح فين. تمام. وفي حد بيقدم الخدمه فهيحسب مستواه عشان يخدمك كويس عشان يتعاقد مع اللي بيصرف عليه. فانت الثلاث هيئات بتتكامل عشان تخدم مين؟ المستهلك اللي هيشتري. طيب. اللي هو المريض اللي هياخد الخدمه. فده الحقيقه هو في ثلاث مشروعات بقانون غير مشروع الحكومه مقدمين. انا بشرف ان انا مقدم مشروع منهم وفي اثنين من الزملاء ثلاثه من الزملاء التانيين مقدمين مشاريع ثانيه. ده ليه؟ لانه الحقيقه احنا كلنا تواقين لانه يبقى في تامين صحي، لانه بدون تامين صحي وبدون مظله تغطي صحيح. الشعب كله ده صحيح. مشكله كبيره صحيح. اللي عايز اقوله برضو احقاقا عشان انصف عايزين نعرف ليه متاخر القانون. انا انصفت هيئه التامين الصحي لازم الحاليه يعني الحاليه واتمنى يعني انهم يستمروا يقدموا لنا هذه. لازم انصف دستور، لازم انصف دستور في الماده 18 نص على وجود تامين صحي شامل صحيح. الحقيقه صحيح. دستور بيحمي المواطن بشكل لا يعني لا يتخيله صحيح. مادة واضحة جدا صحيح. وبعد ما حي تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض وينظم القانون إسهام المواطنين وكل الأمراض دي كلمة أو إعفائهم منها طبقا لمعدلات بالزبط. دخولهم زي وكل حاجة. الأمراض أنا لسه كنت هقولها وكل الأمراض دي كلمة مش موجودة في العالم كل الأمراض بس طبعا. كل الأمراض طبعا. وليس كل التقنيات لانه في مثلا الجراحه التجميليه مثلا الاسنان الاسنان دي مش موجوده في اي مكان في العالم موجوده يا فندم. طب والجراحه طب الأسنان التجميليه لا لا لا, 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 لا انا بقصد كل موجود. الامراض يعني كل يعني مثلا بس الاسنان موجوده انا اسفه الحاجات اللي هي فيها كراون وبريدج التركيبات والاسنان موجوده 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 ودي غير مسبوقه هي فعلا غير مسبوقه طبعا لانه عاده كانوا بيستثنوها الدستور الزمك بكل الامراض دي الزام دستوري أكثر كل لا يعني كل يعني مثلا هنعالج كل امراض الكبد لكن مش ملزمين ان احنا نعمل نقل كبد لكل المواطنين اصل دي نقطه مهمه جدا والا نبقى فورياجيت بق انت فاهم حاجه ثواني ثانيه واحده جالك 100 مريض يا دكتور محمد لا محتاجين زراعه كبد دي جزء حقيقي ما هو في طرق في اكثر من طريقه للعلاج اديكي مثلا عندنا مثلا في جراحه القلب في استبدال الصمامات احنا لابد ان احنا نعالج جميع امراض الصمامات لكن انت مثلا من التقنيه الحاليه انك انت تحطي الصمام بالقسطره التقنيه دي بتتكلف في نص مليون جنيه يعني الصمام بيخرج من المصنع لوحده من غير الشيء لزوم الشيء ب 37 ألف 27 و 30 ألف دولار
فاذا انا ملزم ان انا اعالج الصمام، لكن هناك اكثر من طريقه لعلاج الصمام. تمام. انا لست ملزم ان انا اخذ هذه الطريقه التي سوف تحملني ما لا طاقه لنا به. دي نقطه تمام. مهمه قوي لازم تكون راح تغطي كل الامراض، ولكن ليس هذا معناه انها مجبره انها تغطي كل التقنيات. كل التقنيات يعني مثلا حاجه من الحاجات الغاليه دي لابد ان يكون هناك مراكز of excellence، مراكز متقدمه بتعمل هذه التقنيه، لكن مش هعممها في كل حته والا الدنيا هيبقى مش هنقدر ننفذ. بس هنا يا فندم مش ممكن يجي مريض يقول لك امال فين التعادله الاجتماعيه اللي بتتكلموا عليها؟ يعني هو فلان عشان يقدر يروح ذا سنتر اوف اكسلنسي او اللي حضرتك بتقول عليه مثلا يقدر ياخد تقنيه اعلى في العلاج؟ لا، سنتر اوف اكسلنس ياخد الفقير وياخد الغني. بس هو بينقي، يعني زي نقل القلب مثلا او نقل، عشان احنا كده في نقل الاعضاء عايزين نعمل حاجه اسمها هيئه نقل الاعضاء، ويحط الناس على 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 جهاز حاسب آلي كمبيوتر، وبتبقى بالناحيه الطبيه بتاعته مش الناحيه الماليه او الناحيه السياسيه بتاعته او الناحيه القويه. يعني لما بنقول سنتر اوف اكسلنسي هو مكان بيعمل التقنيه المتقدمه ولكنه يعملها للفقير وللغني، لكن مش هنطبقها لكل الناس. يعني مثلا دلوقتي في الوقت الحالي استبدال الصمام بالقسطره، هنقول للراجل اللي هو عنده فشل كلوي، الراجل الكبير في السن اللي فوق ال 80 سنه اللي ما بيقدرش ان جراحه القلب المفتوح هتضره الى اخره. صحيح في حته في المانيا زي لايبزيج بيعملوها دلوقتي لكل الناس، لكن احنا لازم نطبق، احنا كمدرسين وكباحثين وكممارسين نطبق التقنيه حسب ظروفنا الاقتصاديه والاجتماعيه والى اخره. نعم. اسمحوا لي اخذ بعض الاتصالات بس ونرجع تاني نستكمل الموضوع. انا اعتقد حضرتك سالت عليها مهمه قوي. كذا نقطه سالت عليها. لا، الاخيره بتاعه اللي كان متعطل. اللي كان متعطل اللي ما زال متعطل لغايه دلوقتي ناس بتسال. هاخد بس عبد الرحمن من القاهره وبعتذر اطلت على حضرتك، اتفضل يا فندم. التليفون معانا يا شباب. الو. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ مهند؟ اهلا بيك، اتفضل يا فندم. انا عندي مشكله بس يا ريت ما تقوليش عليا، الله يخليك. متعلقه بموضوعنا يا فندم من فضلك استاذ عبد الرحمن. الرقم معاهم بكل حاجه معاهم. لا، المشكله اللي حضرتك عايز تقولها متعلقه بموضوع. المشكله حضرتك ان انا بجري في التامين، عايز مفصل. ايه؟ عايز مفصل لرجلي. الو، انت عايز واسطه في التامين الصحي؟ مفصل لرجلي الشمال. مفصل. حضرتك عايز مفصل لرجلي الشمال، فجبت جواب للتامين، انا بقالي فتره عشان بشتكي برجلي دي. الو، انت على الهوا، اتفضل يا استاذ عبد الرحمن، اتفضل. حاضر. اركب مفصل لرجلي الشمال. حاضر. الو استاذ عبد الرحمن، واضح ان عندك مشكله في التليفون. انت احنا مبدئيا زمايلي هياخدوا رقم تليفونك، هنتواصل مع الدكتور علي حجازي. حاضر. من عينيا. احنا بنعمل ده على طول. بس انا برضو هسال حضراتكم على موضوع المفاصل، بس معايا اتصالات ثانيه معلش. دايما عندي الشكوى دي، رحت التامين ومحتاجه اغير مفصل ومش موجود، يعني هسال حضراتكم هل القانون الجديد بيضمن شويه العمليات دي او توفير المفاصل دي ولا لا؟ اخد مين؟ سهير اسكندريه، اتفضلي يا فندم. ايوه، صباح الخير. صباح النور، اتفضلي. ازي حضرتك؟ يا اهلا. لو سمحتي عايزه اسال عن التامين الصحي للي هم وارثين المعاش عن والدهم. لمن يرث المعاش عن والده؟ ايوه، انا باخد معاش والدي وعايزه اسال. يعني انت بتتكلمي على الجديد يعني اللي هيبقى في القانون الجديد؟ حاضر يا فندم. اصحاب المعاشات. حاضر. جديد او قديم يعني، انا ما رحت للتامين الصحي عشان اعمل اطلع دفتر تامين صحي. قالوا لي اللي ايه، لا ما ي... انت ورثه المعاش عن والدك، ما ينفعلكيش معاش. طب خليني بس الدكتور مجدي يرد عليكي وانت معانا. اي مصري عايش على ارض مصر لابد ان يكون له تامين صحي. وهي صاحبه معاش مش صاحبه معاش ما لهاش دخل، لها دخل هيبقى لها تامين صحي. طب هي الدوله هتشيل الغير قادر اللي دخله، ودي هنحدد مين الغير قادر بعد كده. واذا كان صاحبه معاش هتدخل، اذا كانت غير قادره هتدخل والدوله تتحمل نفقتها. مفيش مصري قولا واحدا مفيش مصري والا ما احنا ده اللي احنا عايزين نعمله. اشكرك يا دكتور على الاجابه الواضحه. استاذ محمد الشرقيه، اتفضل. ابو محمد الشرقيه، اتفضل. ناس بتسال في القانون حتى. ابو محمد، اتفضل يا فندم. معانا يا شباب؟ استاذ عزت القاهره، يا صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذه دينا. دينا مين بس يا استاذ عزت؟ بعد العشره دي كلها. بقول لك ايه، بعد العشره دي كلها يا استاذ عزت، ده حضرتك بتكلمني اكتر ما اخواتي بيكلموني يا فندم. بقول لك ايه يا منى، انا عيان. الف سلام عليك. بتلخبط في الاسامي، عايزه اتعالج. الف سلام عليك.
رايك ايه في المشروع وايه التساؤلات اللي ممكن تكون عندك ليه يا فندم؟ دلوقتي بالنسبه للقانون، القانون كويس جدا ان هم ابتدوا النهارده عشان يغطوا كل المواطنين زي ما قال ضيوفك الكرام. تمام. انا عندي اشكاليه في الموضوع. النهارده الدكتور محمد نصر تكرم وقال ان مش كل التقنيات هتبقى متاحه لكل الناس. صحيح. يبقى هنا في تفرقه، لان الناس كلها هتبقى مشتركه. يبقى الناس حقها الدستوري ان هي تتعالج بنفس الطريقه بنفس الامكانيات طالما ان انا هدفع اشتراكات وفي تكافل. لان انا النهارده دلوقتي لو بصيت على النقطه دي يبقى اللي بيدفع اكتر هو اللي هياخد خدمه احسن، وده غلط. انا قلت كده، انا قلت كده، بس هو دكتور محمد رد عليا. لا هو النقطه دي عايزه توضح، دي لازم تتوضح عشان حتى لا تقاولني ما لم اقول. لا حاضر، انا مش هقول حضرتك حاجه، انا بعمل استفسارات لان لا هو التفرقه في التقنيه البناء على تقدير علمي للتقنية. يعني انا ممكن لما المثل بتاع الصالونات، واحد عايز يغير الصالون الاورطي فهيجي دلوقتي انا ممكن اعمله بالقسطرة وممكن اعمله بالجراحة، لكن والاتنين كويسين. في واحد ما تنفعلوش الجراحة لانه هو عنده مشاكل، لو عملت له الجراحة نسبة المضاعفات فيها عالية، فده غصب عني سواء مين اللي يحدد ده؟ اللجنة الطبية. اللجنة الطبية، اللجنة الطبية العلمية اللي تمام. بتشوف هتديله هذه التقنية. عشان كده حضرتك وانت بتشرحها انا قلت ممكن تعمل قلق عند الناس، وانا بطبق التقنية لابد ان يكون عندي ترشيد للميزانية بتاعتي، ولكن لن يكون هناك تفرقة. المريض اللي محتاج الحاجة الفلانية هنعملها له، لكن إذا قدرنا نوفر ده جزء من الاسترشاد. ده حتى أوروبا، ده العالم كله كده، العالم كله أوروبا كده. ده المشكلة، ده مشكلة فرنسا إنها على الرغم من عندها فلوس عندهم ديفيسيت، يعني عندهم خلل في الميزانيه. فعشان كده فعشان كده انا حبيت اوضح. لا انا متشكر قوي ان حضرتك سالت. دي نقطه مهمه جدا، هو فعلا لن يكون هناك تفرقه على المستوى الاجتماعي او على مستوى الاشتراك. طيب. التفرقه علميه. انا بشكرك يا استاذ عزت، وهاخد بس رد دكتور ابو جدا. وانا قلت لحضرتك انه انا اقلق عند تطبيق اللي حضرتك بتقوله ده، ان الناس تقول لك فين العداله؟ ما هو كده واحد هياخد التقنيه دي يستفيد منها وواحد لا. هل هي ليها علاقه بالماده؟ يعني خلينا نوصلها بالتفصيل. حدي مثال للاستاذ عزت ولكل المشاهدين لان ده مهم جدا. اتفضل. انا حدي المثال عندي، انا عندي في الرمد او في العيون في حاجه، في الاعين في حاجه اسمها حقن ماده معينه للقضاء على الاوعيه الدمويه الجديده اللي في الشبكيه الغير مستحب. تمام. للناس اللي عندهم سكر وبعض الامراض الاخرى. تمام. في ثلاث انواع من الحقن. في حقن الحقنه ب 7000 جنيه. وفي حقن الحقنه ب 5000 وشويه. وفي حقن الحقنه في حدود من 900 ل 1200. حلو. علميا الثلاث حقن نفس الكفاءه، نفس التاثير، نفس الاعراض الجانبيه، نفس المخاطر بالظبط. امال السعر فرق ليه قوي كده يا فندم؟ شركات وبيع، يعني شركات تسويق. فرنسا على سبيل المثال، ما انا برضو المثال ده مهم جدا للمواطن. فرنسا على سبيل المثال منع استخدام المادتين الغاليتين في التامين الصحي. ليه؟ لان الثانيه فعاله وارخص بكتير، فمش محتاجين نروح للاغلى. محتاجين استخدم. يجي عيان، يعني مريض، يسمع في التلفزيون دكتور مجدي وهو بيتكلم فيقول ان ماده الكذا المستحدثه جديد دي ماده مذهله وبتعمل حاجات غريبه جدا، فيقول انا عايز احقن دي اللي هي الثالثه الاقل اللي هي الاغلى، اللي هي الاغلى طبعا. فلما تقول له لا، انا علميا بقول لحضرتك، فلما تقول له لا، دي زي دي زي دي، وكل الابحاث بتقول مين يحدد؟ اللجنه. اللجنه دي الثلاث تقنيات بثلاث اسعار مختلفه تماما. لما احقن ل 100,000 مواطن حقنه ب 1000 جنيه سعرها غير لما احقن ل 100,000 مواطن حقنه ب 7000 جنيه. يعني فندم عندي دايما في قرارات اللجنه دي مين ياخد تقنيه ايه، هيبقى باحتياج احتياج المريض لانهي تقنيه. لكن كل التقنيات صالحه وكل التقنيات مفيده للمريض، مفيش تقنيه هتتعمل مش مفيده. يجي لك حد يقول لك بس زرع الشريحه بالطريقه دي انا سمعت ده شغل ده المفروض. اصل احنا عيبنا ان احنا كلنا خبراء كره قدم وكلنا اطباء وكلنا سياسيين وكلنا علماء فضاء. طيب. كل المصريين، كل 93 من كلنا الحقيقه علماء فضاء. فخلي المريض، كل العالم كله الدكتور بيشرح للمريض كل حاجه
وبيقول له انا بختار لك الامثل بيثق فيه. احنا عندنا انعدام ثقه بصراحه. عندنا انعدام ثقه. بمناسبه انعدام الثقه برضو قبل ما اخد بالي اتصالات اسمحوا لي هسال سؤال. يعني احنا مثلا ممكن نقول ايه؟ طب انا اضمن منين ان اللجنه دي اللي هي هيبقى في ايديها القرار ان في ايديها قرار مين يتعالج بتقنيه ايه وازاي؟ ان انا مثلا ممكن فلان يعرف حد في اللجنه دي النبي وصي لي على كذا ونبدا. وده يعني هو بيحصل كتير. بتوع بيرو كان عندهم منطق حلو قوي ان الجميع مخلص حتى يثبت عكس ذلك. مش الجميع حرامي حتى يثبت عكس ذلك. انت عارفه بمناسبه دي احنا عندنا دواء بيحسن عضله القلب. كنا زمان بنخاف من عضله القلب واحنا بنعمل عمليات الشرايين. في دواء دلوقتي بنجيب بتديه العيان بتبص تلاقي سحر. الدواء ده الامبول الاوروبي والغربي ب 8000 جنيه. الهندي ب 900 جنيه. انا جبت الهندي ده النهار بديه للعيان لقيت الضغط الشرايين الرئوي ونزل وعضله القلب اتحسنت وبتاع. طب ما هو مين بقى هيعرف الكلام ده الا اللي في القرار. عشان كده احنا عايزين اللي بياخد القرارات في الحاجات دي لازم يكون ناس ممثلين من الكار نفسه اللي هم ايدهم في اللعبه ليل نهار. امال هيكون ازاي؟ لا اصل انت ساعات كتير قوي بتحطي مثلا تروحي تاخدي راي خبير اجنبي راي واحد لا. مثلا كبير بتاع لكن اللي بيديك راي ورأيه صحيح اللي هو ابن البلد اللي ايده في الكار. طب اللجان هتتشكل ازاي؟ يعني بمعنى يعني هل عمليات القلب ليها لجانها؟ عمليات العيون ليها لجانها؟ وهي دلوقتي كده. هي اوريدي كده موجوده طبعا. احنا في التامين الصحي ده له لجان. انا لسه الاسبوع اللي فات ولد صغير عنده 14 سنه اكتشفوا عنده ورم في عظمه. فراح كشف في التامين الصحي دخل لجنه. تاني يوم كانوا عاملين له العمليه وحاطين له المسامير وحاطين له بتاع الولد كويس بقى. فانا حتى استغربت انه وفي ظرف يومين ثلاث. لا هو في دلوقتي بس الناس مش عارفه. الناس مش حاسه. طب اسمحوا لنا ناخد بس باقي بعض الاتصالات الاخرى ونرد برضو على كام حاجه اللي جم. عامر اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت حضرتك انا صاحب عمل. ايوه. القانون القديم كان ب يعني ما بيعرفش صاحب العمل مش مأمن عليه صاحب عمل في القانون الحالي. القانون الجديد شامل كل اصحاب العمال واصحاب المحلات واصحاب الشركات. ولا عاوز ترجع تاني للوصفه طبعا. طيب يعني احنا سمعناك يا عامر اعتقد الخط قطع هتسمع رد. لا هو صاحب عمل هيؤمن عليه ويؤمن على العمال اللي بيشتغلوا معاه. ايوه تبعه. يعني ده تم تداركه في طبعا. مفيش مصري وفقا للقانون الجديد مش هيؤمن عليه. تمام. مصري طالما بيحمل رقم حتى لو عايش في الخارج. قولا واحدا. حتى لو عايش في الخارج يؤمن عليه. تمام. يعني كده قولا واحدا. قولا واحدا. مفيش مصري مواطن مصري لن يؤمن عليه وفقا للمشروع القانون الجديد. تماما دي قولا واحدا. وهو ده الفكره الشامل الالزامي التكافلي اللي بنحلم بيه من زمان قوي. زي ما بقول لحضرتك من 64 وما تنفذش. طيب. الا ان شاء الله دلوقتي. تحديد غير القادر عشان دي نقطه مهمه وقلنا هنتكلم. مهمه جدا. شوف حضرتك عملت ازاي بقى تحديد غير القادر دي وفكره زي حتى كل مشروعات الدعم اللي الدوله بتقدمها التموين مين يحصل عليه مين القادر او لا دايما عندي مشكله. ودائما وابدا بنقول انه الحل في قواعد بيانات داتابيز واضحه وصريحه وابديتد وتكون يعني دقيقه. ازاي احدد في هذا المشروع مين اللي مش قادر ومين يعني دي اقول لك يعني احنا في اللجنه خرجنا من الموضوع ده لانها صعبه قوي وقلنا نسيب لوزاره التضامن او لمجلس الشعب يحددوها. ليه؟ جت فاطمه الفضلات نقابه الاطباء قالت لنا احنا هنعمل نخلي اللي بياخد اقل من 1000 اللي بياخد 1200 جنيه في الشهر ده غير قادر ونغطيه. هم عندهم حق وعندهم حق بس في واقع الامر تطبيقيا كميه الناس اللي بتاخد 1200 يبقى هنغطي كل الشعب يبقى خرجنا من المنظومه. فلازم نكون يعني اللي انا عايز اقوله ان احنا واحنا بنطبق نظام لازم ما نكونش فرياجيه بق. لازم نقول الحاجه اللي نقدر عليها وبعدين بالتدريج شويه شويه نصل الى التطبيق. لكن انا لو انا جيت قلت كل اللي بياخد 1200 الدوله هتغطيه. طب ما هتغطي نص الشعب. طب ما مش هتقدر تغطي نص الشعب. فعشان كده لازم ايه بالهداوي. اسمها ايه بالهداوي. من قاموا بصياغه القانون خرجوا منها وحولوها لحضرتك. واحنا دي النقطه ان احنا النقطه دي مش سهله في جلسه. لا مش سهله في جلسه اول امس. لا تم الوقوف على هذه النقطه بشكل. طبعا احنا مفروض ان هذا البرلمان هو ممثل للشعب.
وهو يعني تم اختياره أو انتخابه ليمثل الشعب في كل المواقف وكل الأمور. فمسألة تحديد الغير قادر مسألة سيفتح لها جلسات وحوار كبير جدا. في أحد الزملاء قال أنا عايز أدخل وزارة التخطيط معايا ووزارة التضامن ووزارة الصحة ووزارة المالية كله يدخل، وفي نفس الوقت احنا كبرلمان لازم يبقى لنا رؤية في هذا. فالحقيقة ده من البنود اللي هيتم النقاش فيها على شكل كبير لغايه لما نحدد بالظبط مين الغير قادر. مبدئيا بيقال او بيقدر ان الغير قادرين حوالي 30 مليون. يعني دول اللي هم بنسميهم تحت مستوى خط اللي هو لا اللي هو يعني في 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 مستوى الفقر اللي هو تحت، يعني لو قلنا بنتكلم على الاقل من 1200 اللي هو الحد الادنى للاجور. 1200 الحد الادنى للاجور اقل كده 1200 بس مستقر. لسه احنا يعني في بصدد الحقيقه ان احنا نزود هذا السقف شويه انه يبقى الغير قادر، لانه دلوقتي ممكن اللي بياخد 2000 برضه نعتبره غير قادر، واللي بياخد 3 الحقيقه ما اعرفش يعني بس مش هنقدر زي ما الاستاذ دكتور محمد نشمل كل الشعب، لانه برضه في نقطه ثانيه. اللي بياخد 2000 جنيه لو هنعتبره غير قادر، لو هو بيصرف 500 جنيه او 600 جنيه موبايل في الشهر وبيصرف 300 400 جنيه سجاير في الشهر بقى غير لا مش قصدي اللي بياخد 2000 جنيه ده يبقى غير قادر لو هو بيصرف موبايل 500 600 جنيه وبيصرف سجاير 300 400 جنيه وبيصرف معرفش ايه 500 600 جنيه بقى غير قادر. لكن الحقيقه لو بيدبر اموره، خلي بالك احنا شعب مسرف جدا. صحيح جدا صحيح، وده بيبان قوي ليله رمضان الحقيقه. لا خالص بيبان جدا. وبعدين الحقيقه بنشتكي قوي 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 لما السجاير تزيد 3 جنيه والكهرباء تزيد نص جنيه او ربع جنيه بنشتكي، والبنزين يزيد طب ما انت السجاير دي لا لها ميزه ولا لها، ورغم كده بتضطر تشتريها معرفش وصلت كام انا بتخيل، فبتوقع 20 و30 هيدفعها. ولو السجاير الوحيده اللي بتجيب لنا عيانين يا دي الفوائد وقوم عند هو مصائب وقوم عند قوم فوائد يا دكتور. ما احنا لازم يعني مش عايزين نضر حضرتك لكن مش عايزين نضر المواطنين برضه يعني. لا ما انا قلت في بدايه الحلقه النهارده، قلت يا جماعه على فكره الساده النواب والساده الاطباء وكل الناس اللي بتتكلم في موضوع قرار رفع الضريبه على السجاير والتبغ والشيشه وبالتالي زياده سعرها مش متقسمه بناء على انه سياده النائب ده بيشرب سجاير فرافض الموضوع، وده وسياده النائب ده ما بيشربش سجاير. عايز اقول لحضرتك مش عايز اذكر الاسم، لكن من اشد الناس اللي طالبت بزياده السجاير امبارح من اكثر الناس المدخنين في المركز في نائب زميل إن انا عمري ما بشوف اللي هو بيدخن، فوجئت بيه بيطالب بزياده السجاير لانه الراجل عايز فعلا انصاف للبلد وعايز مصادر. انا بس عايزه اخد استفسار سريع من المتصل اللي كان اتكلم من شويه والخط قطع معاه، كان ليه سؤال لحضراتكم اسمه عبد الرحمن اعتقد، بيقول ان هو معاه جواب عشان تنصحوه بس يعمل ايه، ان هو معاه جواب انه يركب مفصل من من فين يا دينا ناصر، معهد ناصر راح معهد ناصر حولوه على راح معهد ناصر حولوه على الدمرداش، راح الدمرداش حولوه على قالوا له ما فيش مفصل حولوه على الهلال، راح الهلال قالوا له لازم تدفع 8000 جنيه عشان تركب مفصل. فرق سعر المفصل وفرق الحاجات اللي جدت كتير يعني و11 مليار بتصرف على 54 مليون، مساله امكانيات ماديه، مساله توفير فلوس. وبعدين هو هيركب المفصل لكن في عندي كام واحد عايز يركب مفصل، فبتبقى الدنيا ماشيه. ما هي دي يا فندم نقطه، هو ده العيوب اللي موجوده في التامين دلوقتي، دي نقطه العداله اللي بنتكلم عليها. انا بتكلم على حاليا تتوفر فيما بعد لكن دلوقتي ما تتوفرش. المواطن ده هو هيضطر يدفع 8000، هيضطر يساهم في لكن هو ممكن يبقى شاف حد بنفس حالته ركبوا له المفصل وما دفعش حاجه في فتره كان فيها مفاصل كتير متوفره، كان فيها السعر مش يعني ما هي كل فتره لها ظروف معينه يعني احنا هنتحمل كلنا فتره لغايه ما يستقر هذا النظام. يعني كنت عايز اقوله برضو مهم قوي يوصل للناس انه ليه ما تنفذش عشان التمويل ده مكلف جدا 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 جدا، وعشان الحقيقه برضو لازم زي ما سمنت على دور هيئه التامين الصحي وسمنت على الدستور، لازم أسمن بشكل واضح جدا على دور القيادة السياسية في هذه المرحلة وعلى دور الرئيس عبد السيسي بجد في هذا الموضوع. تمام. أعتقد أنه من الناس يعني المتبنية لتنفيذ هذه المادة من الدستور بحذافيرها، ودي توافقت إرادة سياسية قوية جدا مع دستور محترم جدا عشان يخدم مواطن يستحق هذا الاحترام. طيب. فلابد ان احنا نقول لكل واحد حق. انا هرجع تاني اتكلم في التاخير، اسباب التاخير ولها اسباب تانية كتير. ناخد بس بعض الاتصالات لو سمحتوا. السيد من القاهره اتفضل يا فندم.
صباح الخير يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. بعد اسمع حضرتك، انا عندي حاسه صمت ونص في الحالب الشمال. انا مش سامعه معلش. حصوه عنده حصوه في الحالب، في الحالب الشمال. ونص سنت ونص في الحالب الشمال. سنت ونص في الحالب. سنت ونص تمام. رأس التأمين عملوا لي دعاء، مركبوا له دعاء. بقول لك حاجه، مشتت لك الحصوه لما تشوف دكتور الدم. التأمين ممكن تعمل نزيف. فرحت لدكتور الدم في مدينه نصر، حولونا نص مدينه نصر. ادوني شهر عبال ما رحت له، اداني شهر ثاني عبال ما اعمل له تحليل وارجع له ثاني. وانا تعبان، انا كل خمس ايام بخش الحمام مش قادر اطلع الشارع. دي سهلة حلها مع التأمين، سهلة حلها. وعندي 71 سنة يعني كبير قوي قوي. طب بص، هو يعني هو ده هو مش تبع ضيوفي، بس هو دكتور مجدي كتر خيره هيساعدنا في ده في التأمين. يا سيد حاضر، ألف سلام يعني عليك. سريع ما تعملش حاجة، سيب تليفونك بس يا أدينا وحياتك سيد. طيب ودكتور مجدي مشكورا. لا 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 قوي قوي، الله يخليك، لأنه الحالة صعبة برضه. لا لا تتعمل يعني، مفيش فيها مشكلة. حمدي اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا فندم اديني فرصه عشان اشرح لك ظروفي، عشان انا ظروفي صعبه. اتفضل يا فندم سريعا بس. والنبي انا زارع كده وبتابع في معهد الكلى والمسالك البوليه في المطريه. تمام. المعهد على طول ما فيش علاج. معهد الكلى على طول ما فيش علاج. اللي فين؟ معهد الكلى، معهد المطريه، معهد القومي للكلى. تمام. بروح عشان اجيب العلاج، يدينا ربع العلاج كل، ممكن نفوت الشهر والشهرين عشان نجيب العلاج، والاخر يدينا ربع. تمام ماشي. وانا برضه يا فندم انا جبت كارد من الصندوق الاجتماعي، كارد عشان افتح مشروع واقدر اعيش. وجيت الجروب بتاعتي ان انا تعرضت للغسيل ورحت حجزت في المعهد والتحديات بتاعتي عيله، فما اقدر مش قادر اسدد القرض. وبشتري علاج المايفورت والسندمينيون بيكلفني فوق ال 4000، ليا قرار بيدونا ب 1000 جنيه، ال 1000 جنيه دلوقتي ما بيدوناش بيه كمان. ومش قادر اسدد القرض، رحت للصندوق الاجتماعي عشان يدونا. طيب خليني بس معاك يا حمدي من فضلك، موضوع القرض خارج دلوقتي موضوعنا، احنا بنتكلم على انه عندنا مستشفى او المعهد القومي للكلى اللي في المطريه ما فيهوش علاج، وكل ما تروح بتقعد بالشهر عشان تصرف العلاج، مع العلم ان انت زارع كلى، فانت طبعا محتاج انك انت يبقى عندك الادويه دي متوفره. انا هسال في موضوع الادويه وتوفيرها في المشروع الجديد، وبرده سيب رقمك من فضلك، هنشوف هنحاول ان نتواصل مع حد في معهد الكلى. يا حمدي حاضر. كنت عايز اسال على حضراتكم، جاوبتوا على سؤال السيده سهير، موضوع لمن يرث المعاش، احنا جاوبنا على ده. ده في القانون الجديد الكل هيطبق عليه. طيب عايز اسال على موضوع التاخير، احنا بس واصلين لفين؟ القانون هيطلع امتى ولا مش هيطلع؟ عشان نرد بس على كل الكلام اللي بيتقال، انه في ناس بتقول لك انسوا القانون مش هيطلع، لا لانه ما معناش فلوس، الدوله ما هياش فلوس. اذا توافقت الاراده السياسيه زي ما قلت لحضرتك مع ان احنا نشوف ريسورس او نشوف منابع للتمويل لهذا المشروع، مع انه يبقى في مجلس نواب حريص على انه يفيد المواطن، اعتقد ان شاء الله المره دي هيطلع هذا القانون. وانا اعتقد متفائل جدا انه يطلع، في كلام كتير جدا جدا هنختلف عليه في نقاش القانون كبرلمان، وفي نقاط جايز تزيد وجايز تقل وجايز مهيئين يا دكتور مجدي عشان احنا تطبيق نظام التامين الصحي في مصر. حضرتك بتمسي حتت مهمه. انا لازم اقول رحمه الله على الدكتور نبه المهندس، وربنا يدي الدكتور اسماعيل سلام طوله العمر والصحه. لو كنا استمرينا على رؤى الرجلين كان زماننا مهيئين، يعني اعظم تهيئه. 64 الدكتور نبه المهندس عمل 2500 مستشفى في القرى. شوفي حضرتك احنا مش مهيئين ليه؟ لان الريف ما فيهوش خدمه صحيه. ممكن اضيف حاجه بعد اذن حضرتك؟ ممكن استاذن حضرتك بس، احنا عشان بخصوص الحاله اللي كلمتنا عبد الرحمن اللي عنده مشكله في المفصل ووصل للهلال، طلبوا منه 8000 جنيه او 7000 جنيه، احنا معانا هاتفين بس الدكتور اسماعيل عطا مدير مستشفى الهلال. دكتور اسماعيل صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. بشكرك يا فندم على يعني استجابتك لينا لما تواصلنا معاك دلوقتي بخصوص حاله عبد الرحمن، شكرا ليك مبدئيا. يا فندم احنا تحت امر حضرتك، وتحياتي لضيوف حضرتك. قبل ما اخد عبد الرحمن بس ونعرف ممكن حضرتك كتر خيرك مشكورا يعني تعمل معاه ايه، قوائم الانتظار بخصوص المفاصل يا دكتور اسماعيل طول الوقت بنسمع عنها مشاكل، احنا ممكن انا النهارده الحمد لله رب العالمين ما عادش عندي قوائم انتظار في المفاصل،
كنا قبل كده في 31/12/2016 كان عندنا حوالي 700 حالة في قوائم الانتظار أو أكثر. النهاردة مفيش عندي ولا حالة قائمة الانتظار. تمام. اللي هو العيان اللي بيجي يدخل يعمل مفصل بيكمل إجراءاته وبيدخل على طول. النهاردة 22/11/2017 مفيش قوائم انتظار مفاصل في مستشفى الهلال. المريض اللي بيخلص إجراءاته بيدخل يعمل العملية إن شاء الله. حتى طيب. كمان كان قبل كده المفاصل القرار العلاج على نفقة الدولة بيجي مفاصل طبية رفع القوس بتاعت المفاصل فبقى دلوقتي بيغطي كل من حضرتك طيب. بعتيله أستاذ عبد الرحمن. أنا دلوقتي معايا يا فندم المواطن عبد الرحمن. عبد الرحمن أستاذ عبد الرحمن صباح الخير. أستاذن لك بس دكتور إسماعيل ناخد معايا. ايوه طيب احنا تواصلنا لك مع الدكتور اسماعيل وهو معانا على التليفون دلوقتي. دكتور اسماعيل ماشي. انا دلوقتي عندي عبد الرحمن وصل للهلال ويعني مطلوب منه اعتقد 7-8000 جنيه ثمن العمليه وهو حقيقي ما معهوش الرقم ده. الحل ايه يا فندم لو نقدر نساعد اشوف هو ايه المطلوب له واعمله له يعني لو عايز يتعدل بحيث احنا نرفع له التغطيه دي نغطي له المبلغ اوكي هنحاول نعمله له او نشوف حد من هيئات المجتمع المدني يتعاون معانا بحيث ان احنا نغطي له تكلفه المصرف ان شاء الله. تكافل. بشكرك كل الشكر يا دكتور اسماعيل. الف الف شكر حقيقي انك استجبت لينا على طول واخدت اتصلنا وحضرتك قلنا لك على الموضوع وبشكرك على وعدك انك هتقف مع عبد الرحمن. عبد الرحمن نعم هنوصلك بدكتور اسماعيل عطا واحنا ماشي ربنا يبارك لك. الدكتور اسماعيل عطا نعم شكرا ماشي ربنا يبارك. ده مدير المستشفى يا عبد الرحمن مدير مستشفى الهلال كلمناه لك دلوقتي ودلوقتي حالا زمايلي هيدوا لك العنوان بالظبط تروح وانت عارف طبعا العنوان فين تروح هيحددوا لك ميعاد حالا دلوقتي مع دكتور اسماعيل عطا تروح تقابله ان شاء الله واسمك خلاص اتسجل عنده دلوقتي. شكرا ليك يا عبد الرحمن ويا رب يتمم شفاك على خير. شكرا دكتور اسماعيل لازم عطا. نعتمد في التكافل على الجمعيات الاهليه صحيح. وعلى التبرعات يعني معهد القلب عندنا جاي قايم كتير قوي دلوقتي على جزء كبير من التبرعات ابو الريش ما قايمه على التبرع صحيح. اعتقد ان لازم المجتمع المدني يشارك كميه العيانين اللي بتعملها الجمعيات الاهليه قرمان على الرساله على مصر الخير كميه كبيره جدا بيعملوا كميه عيان جديد بس النقطه ان في الجمعيات الاهليه مجهودها مش منظم يعني مجهودها الى حد ما عشوائي لما احنا مش هنتدخل لا في جمعهم للتبرعات ولا ادارتهم للفلوس ولكن ندخلهم في المنظومه بطريقه يعني مثلا بعض الجمعيات بتبعت العيان يعملوا عمليه جراحه قلب مفتوح لكن بتديه عارفه اللي ايه انه بتديله يومين ثلاثه لو العيان حصل فيه مشكله ولا حاجه ما بتقدرش تكمله فدي بتعمل مشاكل فاعتقد صحيح. انه مهم جدا انه ان يعاد التعاون معاهم ويكون التعاون معاهم بطريقه منظمه من غير ما نتدخل في ادارتهم ولا في جمعهم للاموال ولا حاجه لانه الناس ما بتديش مش في مصر بس في الدنيا كلها ما بتديش الحكومه لكن تدي للجمعيات الاهليه بس على الاقل بحيث انهم لما يادوا الخدمه يادوها كامله بحيث انه العيان حصل له مضاعفات حصل له مشكله خلاص انا تبنيت الحاله دي في رقم اي تو زي يعني انا ماسكه الحاله بالزبط. دي في روم اي تو زي وعندي يعني المشكله ان انا مجرب في بلاقي ان في ناس كتير قوي انا ما بيجولي من الناس اللي اتعاملوا من خلال بعض الجمعيات الاقيهم ما كملوش علاجهم كامل هم معذورين لكن لو هم داخلين في اطار المنظومه العامه للتامين الصحي من غير احنا ما نتدخل في ادارتهم ولا في جمعهم للاموال ولا حاجه الانسان المواطن هياخد خدمه احسن كتير تمام حضرتك وانا بتكلم على جزئيه او بسال دكتور مجدي سؤال وهو رد عليا مشكورا هل نحن مهيئون للتعامل مع فكره التامين الصحي الشامل مهيئون بقى دي من ناحيه مهيئون ولا مهيئين هل نحن مهيئين؟ مهيئون مهيئون لا لا الا اللغه العربيه لو سمحت الا اللغه العربيه انا بناقش حضرتك في امراض القلب مثلا طب اللغه العربيه لو سمحت اشكرك هل نحن مهيئون مظبوط للتعامل مع التامين الصحي الشامل من ناحيه الاطباء التمريض الفنيات بقى والاداريين حاله المستشفيات نفسها حاله الاجهزه اللي عندنا ده موجود يا فندم؟ اقدر اقول حاجه احنا لازم نقول ان حاجه مهمه جدا عشان نعمل تامين صحي شامل وعلى مدى مده طويله لابد ان البنيه الاساسيه للرعايه الصحيه الاوليه
هي دي اللي نطبقها محافظه محافظه غير غير بحيث ان احنا نغطيها على مستوى الجمهوريه. لابد ان يكون عندنا نظام وقائي قوي ونظام اكتشاف مبكر قوي حتى نقلل عدد الحالات اللي محتاجه لتقنيه عاليه. يعني لو عمل لو وكان رحمه الله عليه الدكتور لانه في اثنين من اعضاء اللجنه واحنا في خلال دي ماتوا، الاستاذ الدكتور طارق الغزالي حرب رحمه الله عليه والاستاذ الدكتور سمير فياض، وكان من احد قال لك انه لازم التامين الصحي الشامل يغطي الـ 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 الفحوصات التي تساهم في الاكتشاف المبكر. لو الست عملت الماموجرافي لو الاشعه على الصدر هنقدر نكتشفها مبكر ومش هتتكلف تقنيه عاليه. لو الرجال عملوا البي اس اي علشان اورام البروستات، لو عملنا فحص للبراز بانتظام مره في السنه عشان نشوف الدم اللي في البروستات عشان نشوف اورام القولون، لو كل ما هو ده يتغطى بطريقه هنقلل عدد الحالات اللي محتاجه نقل. يعني مثلا لما السنين الكام سنه اللي فاتوا عملنا علاج الفيروسات الكبد، بدات الحالات اللي هي محتاجه تقنيه عاليه في الكبد تقل. فلابد اذا كنا بنعيد هيكله منظومه الصحه لابد من اعطاء اهميه كبيره للوقايه وللاكتشاف المبكر. هي دي اللي هتسمح لنا نقدم تأمين صحي شامل. ده كلام نظري بس يا دكتور محمد، ده مش بصراحة. كلام نظري لا ولا هنعمل ده يا دكتور؟ لا ده لازم عندنا يتقلم. هدف ان احنا نزود من الوقايه المبكره ده لازم بقى. لانك حضرتك لا انت زي ما كنت بعمل زمان حملات البلهارسيا، زي ما كنت بعمل حملات فيروس. انت عارفه ان الحمى الروماتيزميه قلت في مصر عدد، يعني زمان لما كنت تشوف الاستثناء في معهد القلب كان كلها صمامات، دلوقتي الصمامات قلت الى حد قد ما بقت نسبه. طب دي مسؤوليه مين اللي هيعمل الحملات دي؟ دي بقى ما هو هنا كان الكلام وزاره الصحه مع التامين الصحي، التامين الصحي يدفع الفحوصات ووزاره الصحه تعمل الحمله الثقافيه الدعائيه. يعني لما نقول مثلا ان احنا هنمنع التدخين دي الحملة الدعائية لوزارة الصحة، لكن لما هنقول ان احنا هنكتشف مثلا البريكورسرز بتاعت الحاجة اللي هي بتسبب الجين اللي بيسبب مثلا الحالة الفلانية، ده بيعمله الفحص بتاع التأمين الصحي. هي دي منظومة كاملة. لكن ارجع واقول لن يكون هناك تأمين صحي ينفذ حقيقة الا لو اهتمينا بالاكتشاف المبكر وبالوقاية. يعني حضرتك بتقولي لي نظري، لا ده مش نظري خالص، ده عملي جدا. العيان اللي بيجيلك، انت عارفة احد مشاكل سرطان الرئة انه الناس بتوصل في سرطانات ليه نتائجها وحشه، انها بتكتشف بطريقه متاخره، لكن لو اكتشفتيها بدري هتقدري هتبقى تكلفتها اقل وعلاجها اقل وحاجات من دي. طيب انا هاخد برضو راي حضرتك بس اسمح اخد تليفونين وارجع لحضرتك تاني. جيهان اتفضلي سريعا بس لو سمحتوا عشان احنا وقتنا. طيب سناء الاول اتفضلي. اتفضلي. لو سمحتي يا استاذه منى. نعم. انا جوزي معاه تامين صحي. هو سواق. تمام. جوزي معاه تامين صحي وانا مريضه سكر. ينفع ادخل معاه في التامين الجديد؟ في التامين الجديد. الجديد في الجديد. المراه الغير عامله الاجمالي دخل جوزها هيتحسب لها، هيدفع لها 3% من اجمالي دخله. هيدفع 3% من اجمالي دخله عشان تدخل معاه في التأمين، عشان زوجته تدخل معاه لو كانت غير عامله. ده في الجديد، لكن حاليا لا. لا ما هي دي كانت عامله مشكله كبيره كمان دلوقتي. انتوا انا حاسه انه تداركتوا المشاكل، في حاجات كتير طبعا، في حاجات كتير منها طول في حاجات كتير. بشكرك يا سناء. حضرتك عندك الطب الوقائي بقى كله مش تبع التأمين. الطب الوقائي كله دكتور محمد. لا الطب التأمين يدفع. لا الطب الوقائي كله هيبقى شغل لوزاره الصحه، لان وزاره الصحه ما عادش هيبقى لها غير طب الوقائي، فهتركز فيه بالريسورسز اللي رايحه لوزاره الصحه. التامين الصحي هيعمل البرايمري هيلث اللي هي الرعايه الاوليه الاساسيه بالرعايه الايجابيه بتنظيم بالحاجات دي كلها هتبقى تبع التامين، لكن الوقايه الطب الوقائي ده موضوع ثاني خالص هتتولاه وزاره الصحه تماما. تمام. الحالات بقى المشتبه فيها السكريننج الكلام ده كله ممكن التامين يساعد فيه. يعني الطب العلاجي بقى تامين صحي، الطب الوقائي هيكون وزاره الصحه، ومش هيبقى عندها شغل شاغل غير خلاص ما عادش عندها غير الطب الوقائي وبعض التراخيص والتعليم الطبي للاطباء والحاجات دي كلها، ونشيل الهدك الكبير. ونشيل طبعا وزاره الصحه كان عليها يعني حمل كبير قوي. طيب انا عندي برضو نقطه تانية بس عايزه اتكلم فيها سريعا عشان دي كمان مهمه قوي.
الفترة اللي احنا فيها دلوقتي دي فيها متغيرات كثيرة جدا اقتصادية واجتماعية وغيره، احنا لما نطبق المشروع مين الجهات المنوطة ان انا لو عندي مشكلة في التطبيق اروح اشتكي؟ دايما المواطن عايز يطمئن من الحتة دي. كان دكتور محمد قال لي ايه بلاش يعني قال من شوية لما بنقول ان بلاش نقول ان الناس فسدة، خلينا نقول ان الناس في الاصل ان هم كويسين الا اللي بيثبت ان هو عنده مشكلة. انا بتفائل انه لو حصل خطا يعني لو حصل خطا تمام. انا بتفائل انه هيكون عندي خدمه ان شاء الله مميزه ومختلفه عن الخدمه الحاليه، لكن اذا حدث خطا ما في العلاج في اثناء العمليات في استقبال المريض في التشخيص في اي حاجه انا يعني عن طريق الصدفه انا مقدم انا كشخص معايا 60 عضو محترمين من النواب من مجلس النواب مقدمين حاجه اسمها المسؤوليه قانون المسؤوليه الطبيه. وفي زميل اخر برضه مقدم قانون مسؤوليه طبيه. طيب ده مشروع قانون دلوقتي؟ مشروع قانون وشغال وابتدينا نناقشه، بس يمكن مشروع التامين الصحي يعني هياخد طبعا اليد العليا لغايه ما ننتهي منه وهنكمل. بس ده مهم قوي جدا قوي جدا لحمايه المريض في المقام الاول لدرجه وحمايه الطبيب على فكره. ما هي حمايه المريض وحمايه الطبيب. ما هو برضه وعدم كتير. الجور على اي منه. ما هو برضه بيحصل كتير قوي ان يبقى المريض حصل له مشكله طبعًا. نتيجه مضاعفات العمليه ويقول لك الدكتور اللي غلط بيتظلمه وبرضه بيحصل كتير اخطاء طبيه. طبعا فالقانون ده الحقيقه هيحدد المسؤوليه الطبيه بالظبط وفين المسؤوليه الطبيه ومين المخطئ ومين اللي وعقابها ايه وكلام ده هيحل هذه الازمه تماما. هيحل هذه الازمه طبعا باذن الله. مين يا شباب معانا؟ وما فيش اي تقنيه طبيه من غير مضاعفات. مفيش تقنيه خالص. طبيه مفيش اي تقنيه طبيه من غير مضاعفات. طب انا عايز اسال حضرتك بقى بس اخد اتصال الاول ليه بيقولوا ان في بعض الاطباء معترضين او متخوفين او قلقانين او رافضين انا هشرح لحضرتك قانون الايه هنعرف ليه قانون مشروع قانون التامين الصحي مين يا شباب معايا؟ مصطفى الاليوبيه اتفضل يا فندم. ايوه يا ريس اتفضل يا فندم. بخصوص دلوقتي مكتب تامينات الخنك انا راجل صاحب اعمال ولي اعمال في وعمال في المكتب تامينات الخنكه تامينات الخنكه فللاسف الشديد عندي عربيات نقل العربيه النقل السنه اللي فاتت دافع تامين فائت 250 السنه دي بيطلبوني ب 3000 جنيه ايه الاستفاده خدتها دي اول حاجه ثاني حاجه عنديهم هناك ابص الاقي الجنيه بجنيه يعني انا مثلا انا راجل النهارده عندي 20 30 واحد بشتغل بدفع تامينات في ظروف البلد اتاخرنا ابص الاقي المبلغ وصل. استاذ مصطفى اسمح لي بس عشان احنا فاضل دقايق وعايز اخد الاتصالات اللي ليها علاقه بموضوعنا، احنا ان شاء الله قريب جدا هنفتح موضوع التامينات الاجتماعيه، احنا لسه كنا بنتناقش في ده، هنفتح ان شاء الله قريبا موضوع التامينات الاجتماعيه، استاذنك يومها ان شاء الله تكلمنا تطرح الـ 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 النقطه دي، مين معايا؟ استاذ جمال المحله اتفضل يا فندم. عايز اعرف الاطباء متخوفين ليه من القانون، اتفضل. انا حضرتك كلمت حضرتك اربع مرات يا استاذه منى بخصوص محمود ابني. اللي هو كلمت مع اللواء نصر لما كان عند حضرتك وكلمت مع مدير المستشفيات لما كان عند حضرتك وكلمت بخصوص على شاب محمود. طب الحاله ايه بس سريعا يا فندم قول لي الحاله ان التامين الصحي ما بيحليش اي مشكله في ابني خالص. ابني اللي هو ذوي الاحتياجات الخاصه اللي هو قلت لحضرتك عمل 12 عمليه جراحيه في المخ و كان عمل حادثه تقريبا كان عمل حادثه كانش حوادث يا فندم ده تشخيص كرينيوفرنجوما اللي هو الورم في جذع المخ ومتصق بجذع المخ عمل العمليه تبع التامين عنده تأمين عملها تبع التأمين انت عملتها تبع التأمين العمليات دي؟ انا عملتها قبل كده ما كانش لسه التأمين يا فندم عملتها في مستشفيات معهد ناصر والمركز معهد ناصر ومستشفى القصر العيني تمام. طب الوضع ايه دلوقتي عشان استغل وجود الاساتذه معايا يمكن يقدروا يساعدوا محتاج ايه يا جمال مع حضرتك او الدكتور مع حضرتك يا ريت يوصى علينا التأمين الصحي بالمحل لان بنروح ملناش اي علاج عندهم خالص ولا بيسالوا فينا التأمين الصحي في المحله الكبرى ما بيعملليش اي حاجه حضرتك لما اروح حتى الدكتور عشان يديني لان ابني عنده رعشه بيكلفني 4000 جنيه في الشهر لما اروح اطلب منه انه يعالج ابني يقوم يديني ايبانوتين يقول لي علاج ابني بالايبانوتين يا استاذه منى هو بيتعالج عايز 4000 جنيه في الشهر هم بيستغلوا ظروف الناس الغلابه وبيدي لهم ملاليم عشان ان هم يمشوهم من قدامهم وخلاص لكن ما استغلوش ان الراجل ده انا بقى لي 28 سنه مشترك في التامين الصحي ما استفدتش بملم واحد لاولاد دي اول حاجه عندي يا فندم ما فيش ملاليم يدخل علينا ولا التامين الصحي التامين لا استاذ جمال العمليات دي كان التامين عاملها ولا لا عشان ده سؤال مهم بس دكتور مجدي بيساله هو قال لا انا واثق انه قال لا بس قلت اتاكد تاني لا طيب جمال احنا معانا رقم دينا صاحبتي رقم معانا رقم جمال ده دكتور مجدي دلوقتي ياخد الرقم لا دكتور جمال بالذات لانه انا فعلا افتكرت دلوقتي اتصلت كذا مره قبل كده طب اخر اتصال انا الوقت فاطمه اتفضلي عايز اعرف الدكاتره خايفين ليه من القانون وهتقولوا لي الوقت خلص اتفضلي يا استاذه فاطمه ايوه
اتفضلي. الله يوفقك يا رب. اهلا بيك. بقول لك انا ابني جاله تقولي ارتجاع في المريء، فراح لدكتور خارجي. دكتور قال له اعمل لي اشعه بالصبغه كويس. فمش مقدرته، سالنا بره قالوا بيبقى تكلف 1500 جنيه وهو موظف حكومه. يعني بياخدوا منه تامينات. راح للدكتوره في التامين الصحي مدينه النصر. قالت له انا سمعت يا بنتي والله وانا ست كبيره فوق ال 70 سنه بناديك الصحه، سمعت انهم بيزعلوا، اطمن لهم المريض بيروح لدكتور خارجي ويروح يقول لهم ادوني اعمل، يعني عايز يعمل اشعه. قالت له لا انت كويس وما فيكش حاجه، بالرغم ان الدكتور قال له انت عندك ارتجاع في المبيء اعمل لي اشعه. فمش مقدرته انه يدفع 1500 جنيه. حضرتك عارفه يا بنتي موظف الحكومه بياخد كام؟ طبعا. عشان ياخد، راح للدكتوره اول امبارح قالت له لا 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 انت كويس خالص ما فيكش حاجه. كان عامل اشعه عاديه، فبصت للاشعه قالت له لا لا انت كويس. رايي وانا ما عنديش غير والله يا بنتي. شوف رايي. طيب بصي يا استاذه فاطمه، طب اسمعيني يا حبيبي عشان الوقت، اسمعيني بس عشان الوقت، احنا فهمنا. اسمعيني عشان الوقت. الدكتور مجدي بيقول لك حاجه مهمه لازم تعمليها. اتفضل يا دكتور. حضرتك شوفي راي طبيب ثالث محايد عشان يفصل هل هو فعلا محتاجه عنده ارتجاع في المريء ولا لا. اذا كان عنده الطبيب الثالث اصر على انه في ارتجاع في المريء ومحتاج هذه الفحوصات، حضرتك كلميني انا يعني مستعدين نعملها، مفيش اي مشكله خالص. الله يخليك فاطمه. استاذه فاطمه رقمك معانا وهنتواصل معاكي، بس هستأذنك هروح الاول لدكتور ثالث. لو الدكتور مجدي قال عليه ده تمام خلاص، لو في حاجه راي تاني دكتور مجدي هيساعدنا. انا بعد كده هدي حضرتك ارقام جمال لابنها وفاطمه برضو. الله يخليك يا دكتور. سؤال اخير عشان قالوا لي الوقت خلص، وانا عايز اعرف لماذا يعني يعترض بعض الاطباء او يتخوفون من الاقرار القانوني الجديد لمشروع التامين الصحي؟ لا، في ثلاث حاجات. هو كان في النقابه بيقولوا خايفين من خصخصه الطب. صحيح. وانه الدكاتره اللي بيشتغلوا في المستشفى اللي هي مش في ليست ذات مستوى هيروحوا فين؟ فدي بنطمنهم بنقول لهم لا ده احنا هنرفع مستوى المستشفى، ولو ما ترفعش هتتبع احدى الهيئات الحكوميه اللي ترفع مستوى الدكاتره. بس نهائيا اخيرا كانوا خايفين من حكايه انه لما يجي نفتح عيادات تدفع 10,000 جنيه كتمويل التامين الصحي. فكان في الدكتور خالد سمير بيتكلم بيقول لك ده لو الكمساري بيركب الاتوبيس بيركبه مجانا، فما بالك ان الدكتور ما حدش بيعالج الدكتور مجانا. هو دي اعتقد يمكن نقطة مهمة انه احنا ما مش عايزين، لا لازم الدكاترة يشتركوا، بس لازم برضو يكون في حدود المعقول. طب بتعالجوها ازاي النقطة دي؟ لا لا احنا لسه هنيجي دي بقى من الريسورسز، انه الدكتور لما يجي يرخص عيادته يدفع 10,000 جنيه. الصيدلي لما يجي يرخص صيدلته يدفع 20,000 جنيه. اللي يعمل مصنع او شركة للادوية او للادوية او المستلزمات الطبية يدفع 500,000 جنيه للترخيص، ويدفع 250,000 جنيه لإعادة الترخيص. الحقيقة دي هتقلل النشاط، دي وقفة لازم نقف عندها جامد. ليه؟ لأن أنا عندي ما أعتقدش إن الأطباء اللي هم بيفنوا عمرهم في خدمة المريض، هم والصيادلة وهم دول اللي بيقدموا الخدمة الطبية، ده المفروض يعفوا. يعني المفروض لو احنا بنتكلم بقى كل النقابات العمالية وكل اللي مش عارفين بتعفي نفسها من حاجات لا يدفعوا، بس لا ده انا بقول لحضرتك ده المفروض. تعالى بقى شوف الأسمدة بتطلع ايه، وشوف المصانع المواد الغذائية والكيميائية بتطلع ايه، وشوف مصانع الأسمنت بتلوث البيئة قد ايه، حمل على ده. هو شوف المحامي بياخد قد ايه، شوف المهندس بياخد قد ايه. انت بتعاقب الطبيب والصيدلي وصاحب مصنع الأدوية على خدمته للمريض. الحقيقة علامة استفهام كبيرة. كيف نطمئن الطبيب من هذا القانون والمريض؟ لا احنا لسه هنيجي للنقطة دي وعليها لجنة صحة يعني مشرفة في البرلمان هتقف على هذا الموضوع. طبعا لابد ان احنا نشوفها. في حاجات كتير لصالح المريض ولصالح الطبيب ولصالح الخدمة الصحية للمواطن المصري هتتعامل في الفترة. كان في نقطة ثالثة كنت حضرتك هتقولها ولا ذكرت كل لا هم دول النقط الأساسية. اللي هي لكن اللي أنا عايز أقوله، لأن أنا لقيت مثلا على الفيسبوك ناس كتير معترضة وبتاع. إحنا مفيش حاجة مطلقة. تمام. كله قابل للحوار، وزي ما الأستاذ دكتور مجدي بيقال
كله قابل للحوار، كله قابل عشان نوصل نوصل حضرتك لما تعود ترجع البرلمان نوصل لصوره توافقيه مع المجتمع كله. ما فيش حد كامل وما فيش حد فكره مفهوم. انا بشكر حضرتك وجزيل الشكر، نورتونا، وكان مهم جدا الحقيقه ان احنا النهارده نعرف ايه الجديد او ماذا وصلنا، ما الذي وصلنا اليه في مناقشه مشروع قانون التامين الصحي الجديد داخل تحت قبه البرلمان. كنا عارفين عايزين نعرف ده، وعايزين نعرف الخطوات اللي جايه ايه. اعتقد النهارده وضحنا ده. بشكر ضيوفي الكرام اللي نورونا، الاستاذ الدكتور محمد نصر نقيب اطباء الجيزه وعضو لجنه صياغه القانون، واستاذ جراحه القلب، شكرا ليك يا فندم، واستاذ الدكتور مجدي مرشد عضو لجنه الصحه بمجلس النواب واستاذ طب وجراحه الاعين. شكرا جزيلا، شكرا، نورتونا. اذا لو انا اقدر اقول انه اهم نقطتين، ربما كل الحديث اعتقد انه كان مهم جدا وبشكر حضراتكم على التفاعل معاه، لو في نقطتين اقدر انهي بيهم هذا الحديث، هو ما ذكره واكد عليه ضيفي الكريمين، انه واحد مشروع او القانون التامين الصحي الجديد سيطبق على جميع المصريين بلا استثناء، رقم اثنين لا خصخصه في المستشفيات والخدمه الطبيه كما يخشى او يخاف البعض. أشكركم على حسن المتابعة، نشوفكم إن شاء الله دايماً على خير، 9 صباحاً في صباح جديد.